علاش رئيس الجامعه ما تيخرجش؟ انا ما درتيش كاع وباين شي واحد اللي كيعيوك بالربيع. واحد الكونفلي ما بين الشرعي والركراكي. لا كذابه حمزه. حمزه كيفرقع علينا اليوم والله. حمزه هادو بحال هكا جيب غير منطقي هادشي اللي تتقول لي فيه انا. بغيتي تخشي لنا الفكره بزاف ديال على اللعاب اللي في وداد مزيانين علاش باش ما يتبدلوش؟ الله يهديك من هاد الهضره هادي تقول لي رومبلاسون. مالك اخويا نبيل فين كاين هاد؟ الوداد مقبله لكاس العالم ياك؟ راه بهاد الفرقه هادي راه ما دير والو. فين سالينا هاد الوداد الله يحفظك مزيان هادي. غادي يطلع لي الدم هذا والله. شي بصنا لك راسك تقول لنا. الطريحه حمزه. فيهاش حمراء حمزه هذيك واخا هكا اش فيها ما فيهاش حمراء لا واش كل سيمانه تقول لي اورج اش بغيتي نقول لك انا وصلنا الكاميرا كتبين اورج عندنا طروا ضيف عيني ولا فين شفتي البينالتي في الاول قلتي لي ما فيهاش هضرتي على موهوب اصبر عليه اخويا حمزه راني صابر عليه وغنصبر عليه 90% اللي فار و10% الراس باقي اللعب 90% و10% راه ما باقي لا لعب لا والو لا غدا مزيان كاين لاسبي والرئيس راه كما كيتشاف في المغرب حمزه كتقول لي ترى انت دابا تمشي مدرب في ليفار دي شامبيون انا نمشي الان دي شامبيون انت بهذوك اللعابه نديبوش ان شاء الله الله يسهل عليك اللهم امين يعلقوك حدا القابره تما يعلقوك وسير القجع حتى تدخل صافي راه ما كاين لا عصبه لا والو ما نطيحش لك في هذاك الفخ عارفك انا فين بغيت نمشي نتايا سعيد فتاح يا سلام نبيل بالشقرو يا سلام حمزة برزو يا سلام بودكاست في 90 انتهى الكلام بونسواغ عليكم مشاهدينا مشاهدي قناة كرة في 90 في الحلقة 91 بودكاست في 90 مع مسيو سعيد فتاح مسيو حمزة برزو سمعوا لنا على هذا مسيو سعيد فتاح معكم دابا ايه بونسواغ مسيو حمزة كومون سافا Aujourd'hui, on va parler que en français. Hein. Désolé, hein, désolé. Les autres, hein, désolé. Comme vous voulez, hein. Pas de problème. تي بايب صلي هويا بسم الله ولا بتيلي زعما نتوما تهضروا بقا نشوف فيكم كاين الطبقه الفرنكوفونيه كطالبنا ندير لهم حلقه سعيد سمح لينا عوج غيرها اخا سعيد نهضر معكم فرونسي عادي سير وصافي خلينا ندوي انا وحمزه العاب جمد طريا ما شي انت يا حمزه بعدا فريته معاك انت صافي جبت لي الدواء ديالو او في القيماطره عندي ماتر اللورانيه بيا كيك شنو هو ها هو اشتريت شو قبل المعلم هذا مبارك راسي تعرف معنا اخا عبد الغالي ولك فرونسي ديالك غنحطو هدايا عاد تخرج هكاك كيفاش دابا؟ كيفاش هاد البلاط؟ صافي حمزه بقى لي فرونسي فهمتي وشي صحابي تيقول لي صحاب فتاح راه تيشد فيك حمزه فرونسي وتبقى ساكت صافي لقيت لي الدواء ديالو مشيت للبحيره راه عارفين البحيره كنتي يا بنقي بدون معلم الفرنك فامور قاعد ناخذ دابا يقول لك شي لعيبه تقلب عليها لا لا دابا حفاظت مسخات بصح دابا تقدر تعطي شي كلمات مي لا بغا ويا حمزه ما شاء الله عليك لو خاوك اخويا حمزه عشان تقفوا معاك شويه انت سير لعاونك من هذا الهضره هو مولير اي امانة ستك كيك وكيف علاش ما كنتيش كتدخل الحصة ديال الفرنسي في الصغر بحال لك قريت انا بحالي بحال الدراري بحال كاملين ولكن كنا تندخلوا بما ما دايرينش الفرنسي كتجيب معاه شوية ما دايرينش راسنا في القراية باش ما نكذبوش على راس كون كنا داخلين باش نقراو راه غادي نقراو غادي نتعلموا راه بزاف ما كاينش واد معلم بصح فهمتي حنا كنا تندخلوا بين عند 16 تشد استاذ داير تشير عليه لعيبه طباشير لعيبه وكندمنا عليها لا تيضرب معاك جهه مدرب يضرب معاك تفهمو شي يقول لك لعيبات بحال وقعت لك شي مره مع شي مدرب مع روما وراه ماشي وقعت لي راه بزاف مع روما وراه ديما لي زمالك كوتش كوت هي هذيك هو تيضرب معاك تبقى تحرك في راسك يقول لي قالوا لك لا تبقى دير راسك لا يعقل فهمتي تعيط عليه قال لي كوتش كوتش الله الله زعما شافوه الدراري غادي يفران يقول لي قال لك الدراري بريمير لا يعقل لا يعقل قلت له واعر روما تيبغي يدير فيا راسه بعض المرات تيجي يهضر معايا بتي يهضر معايا فرونسي ولا فهمتيني راه ما تنفهم والو في داكشي تيقول قال لي براسي ما راه فاهم اوكي كوتش اوكي وكتفهم لا شي كلمات كيدخل كيدير داكشي اللي قال لي فاخر العام اللي فات وتيقول باقي عاقل على يدي لا هو لي مون تكنيك تيفهمهم ديال لا بيان لا ضروري ولكن بحال تدخل بحال قلتي الصح ديال الفرونسي شي كلمات لعيبه تلقى مشكل تقدر تفهم بحال تيقول كما تنقولوا حنا في ايام تسخر تنفهم ولكن باش تجاوب ما عندكش واش فهمتي حمزه لا حمزه في كونسونطراسيون حمزه تبارك الله فهمتي لا لا حمزه حمزه ديما في كونسونطراسيون لا لا شوف كذب عليك كذاب شي حمزه خاص لعبت معاه في الرجاء
تيكون غادي كونسونطراسيون راه ماشي خاص قدامي ديما كتيب لعيبات تيبغي يقرا فرونسي لعيبات انا كون رئيس ديال الفرقه نتنكر منه قول هذا باغي يدير لي بلاصه يقرا عليا غادي الانجيل والزابور والله صليب جيبان لي كاع شي ورقه تقول لي حمزه تقول لي صافي ها هو قرا كل شيء قادي مالو مزيان والله الا مزيان بعدا تتقم شويه خاص عيد مرحبا بك اخويا دابا اي كلمه صافي تمشي تحنش صافي لا دابا بلا ما نجبدو دابا فنرجع للقيماطر فهمتي بغيت شي حاجه نجاوب شي كلمه باش تبين لي فهمتي ماشي جا او مليون مليون جبد لي كلمه شنو او مليون ما وصل الكلام فخصك خدمت هذا الكتاب سعيد بيك خويا مرحبا نبيل مرحبا نهار كبير هذا خويا حمزه تحياتي موت عليك اشرف العشرين معكم دابا مرازي عليك لعيبات لا تكلمني اخا سعيد اليوم ما تدوش معايا ضارب عليك التحسينات كاين بطال ديال مزيان جات معك التحسينات الصراحه مزيان كنا نقشرو قبل ما ندير صافي دابا دابا صافي شكرتي لا قشر اخويا والله انا بلا جاي باش نتقشر لا كنا نقولوك زوينه واني تدعيت خينا لا هي خاصك دير شويه دابا هذا مرحبا اخويا سعيد مرحبا اخويا نبيل مرحبا بك حمزه اخويا مرحبا تحياتي سيدي نبيل تحياتي المولاي اشرف خويا سعيد الغزال تحيه لجميع الاخوان المشاهدين العشرين ونهار كبير هذا مرحبا خويا حمزه توحشنا بزاف غبرنا عليكم علاش غبرنا عليكم غبرنا عليكم بالعاني باش توحشونا راه لحت لهم واحد ستوري انا قلت لكم فراسكم كيش لي ماتشات لعيبات هذوك ستوري اللي حتي في انستغرام اخر مره ديرها سعيد علاش متحامض لا بالعكس والله حتى والو تضربات 20 12 كاف في نص نهار بنتي مسالي راسك وحشهم فهمتيني العشرين سمحوا لي خاصنا غبرنا عليهم واش فهمتي البلان دابا عندي شوف الدراري عندي واحد النص ميت عليا ما عرفتش من البلاصه راه قد عليك لا ضربني البرد هو فحل شي وره تجيني ما فهمتش قال لك سعيد ضربوا البرد جراندايزر والله قال لك ضربوا البرد في جهه اليمنى لا فحال قلت شي عندي بلاصه مبوشي ديال هاد النيف من هنايا فهمتي هو ضروري غادي يدوز الجهه الاخرى ولكن يمشي الله اعلم هوك الدراري بزاف ديال لي سوجي غادي نعطاكم في الحلقه التاليه وغندويو على داك القرار الحامض اخا حمزه اللي ما فهمناش ديال الشرعيس كيتيوي دخل خرج غادي ندويو على لي فار اللي اخويا حمزه زعما كان داك الشيء ديال قرب يتعوج اخويا حمزه لا ما يمكنش ضريبه هذه بان لي اخويا حمزه والله الى زعما منافسه جد شيقه في انتظار عاوتاني الوداد تاهي تجي تلعب لي ماتش ديالها وبركان تاهي تلعب لي ماتش ديالها انايا بغيت تبقى غادا الشامبيونه بهاد لاكادونس هادي لي فار نحو واحد الرقم قياسي وداك الشيء اللي كيديروه راه ميريت اخويا نبيل ما عندك مجبور ماشي هذا هو حمزه اللي تفرج معنا في نهار لي فار اخويا ما عندك مجبور وي وي هذا كان فرنسي هذا باوي ها لا تفرج باش تستمتع مع راسك انت تستمتعش ماتشات مزيانين بصراحه واخا غدو على لي فار اللي غادي بشويه بشويه كنضل ب 4 نقاط مع ماتش ناقص بارابور للرجاء المنافس المباشر ديالها في السباق على الشامبيون غدو على الوداد باش نبداو اللي اول مره كيتقسم من دور المجموعات صراحه كاكي كان واقع يا اخا حمزه اسمح لي كاكي قال لك راه صعيب باين اخويا انت اخويا حمزه شداتك العاطفه شويه كنتي كنت هذه استراحه محارب تقدروا نعتبروا راه استراحه محارب شنو هي استراحه محارب راه تلعب العام الجاي لا تشامبيونز ليغ لا باش عرفتيها باش عرفتيها لا باقي الكاف كاين هو صعيبه الكاف كاين تشامبيونز ليغ صعيب صعيب تلعب تشامبيونز ليغ دابا من بغيت تشوف الرجاء ولي فار غادي تبارك الله صعيب باش تلعب تشامبيونز ليغ هاد العام ينساو غنقول لك اللي كاين هما اللي بغاو هادشي الراس وما خنابي خاص تكون ضربت شي جالاكسي هناك ومشيتي بكرافاطا وتقدر توصل عاوتاني للدومي فينال والفينال كاع انت خليتي في هذاك الماتش مشيتي خسرتي معاهم هنايا وفرق كان شي فرقه صحيحه ما بقاش فيك الحال ما فرقه مسالية العربوني بان لك راه خداو 6 مع سيمبا انت اللي حطيتي راسك في هاد لا سيتوياسيون كون مشيتي تعادلتي مع سيمبا كاع تماك تقدر تقول تقدر تدوز حنا نبقاو في كون في كون وشوف هاد الشيء بزاف ديال العوامل اللي هضرنا فيه قال لي حمزة السلاح هضرنا فيه هذا مع حمزة انا راه كيما قال راه بارك ها هما هاد الاقصاء اللي معودين جوش علينا حنايا خاصهم يفكروا فيه يقدر يتعود
هادشي اللي واقع دابا للوداد، دابا اللي واقع للوداد راك شي المشاكل، بريزيدون ما كاينش، مشاكل لعيبات، بغينا نجم العام، بغينا الوداد ترجع نعرفوا شكون هو الرئيس، ولكن خاصنا نعرفوا خاصو واش بريزيدو ولا دور بريزيدو. انا اتفق معاك، خاصو نشوف واش بريزيدو يتعلم. دابا حمزه بغيتي تقول لي بان الاعتقال ديال الناصيري اون فاس هاد التدهور في النتائج ديال الوداد، لا على مستوى البطوله لا على في الافريك، غصدفه زعما ما عندهمش علاقه بيناتهم. الرئيس اللي كاين دابا البرناكي دير تواش الناصيري هو اللي كان كيلعب، الناصيري هو اللي كان كيجيري. والله يديكم الناصيري كان كيوفر اي نعم سيوله ماديه قويه، كان كيموتيفي اللاعبين، كان كي ظروف الاقامه كانت كتكون احسن، ظروف التنقل كانت كتكون احسن، الامور اللوجستيكيه كلشي محيط محيط بهادشي كامل، كان الاحترام كانوا كان كيجيب اللعابه كان كيجيب اللعابه، هما نفس اللعابه اللي كانوا واش نفس اللعابه، لا نفس اللعابه ديال 2017، هادوك الدراري اللي جاو في 2017 داو تشامبيونز كانوا في قمه المستوى ديالهم، رجعناهم راه حتى هاد اللعابه وصلوا للفينال داك العام بربعه المدربين. هاد اللعابه هادو اللي حيدتي منهم جوج عديو والداودي. دابا انت بان لك لاكاليتي الجوار اللي كاين دابا في الوداد مزيانه، هو بارابور لي زيكيب الاخرى راه مزيانه بزاف كاع. هو تقول لي مشكل ديال الوداد مشكل اللاعبين، الوداد اها مشكل اللاعبين فين في كلكو بوست، وي متفق معاك، عندنا واقص كاين مشكل في اللاعبين، عندنا واقص في بعض المراكز ومن اهم وفي بعض الخطوط، واهم النواقص اللي كاينه كاينه في لا لين دو ديفونس ولا لين ديال لاتاك، حتى هي عندها مشكل، عندها مشكل كبير. وتا لا لين ديال الميليو، لا الميليو تيران ديال الوداد صحيح ماشي كلشي حمزه، باش نقول لك لا الدراري تيمروا الجروب كامل كيمر واحد المرحله ديال الفراغ، مرحله ديال سوء نتائج، ديال الضغط كبير اللي كيتعرض ليه من عند من طرف الجمهور اللي ولفتيهم ديما لاعب البوديوم، وديما انت الاول، ديما انت الاول في الشامبيونه، ديما منافس في لا ليغ دي شامبيون، وهادشي راه كامل خصك تتعامل معاه في ظل هاد المشاكل اللي دويتي عليهم. حتى ديال رئيس ما كاينش، كاين رئيس منتدب، ما عرفناش واش الدراري تخلصوا ولا ما مخلصينش، ولا واش عاطيهم ضمانات لي برين دو سينياتور. فهمني اش بغيت نقول لك، حمزه خاصو يدير شي جمع عام باش نعرفوا شنو على الوداد اللي ما دارتش جمع عام بوندون ما عرفت شحال ديال الوقت، اربع سنين. خاص المنخرطين دابا هما اللي يكونوا ملتفين حول الفرقه، لان هذه الفرقه ديالهم، الفرقه الوداد والرجاء، الفرقه ديال الجمهور هادو، فرقه ديال الجمهور. لما درتيش نتايا وتحملتني مسؤوليه دابا في هاد المشاكل هذا، ودغيا علمتي على واحد الجمع العام استثنائي، ودرتي واحد الامور اللي كتليق بالحجم ديال الفريق اصاحبي، الوداد ما باغينش يعيشوا هادشي، بحالهم بحال جميع الفرق الكبرى. باش تقول لي دابا نتايا ما كاينش رئيس، ولا تقول لي راه بعد هذا الرئيس الفعلي للوداد دابا يا باقي هو النصيري، ورا باقي هو النصيري، ورا هادشي اللي كاين سينو يدير جمع عام، هادشي اللي تقول لي انت راه ماشي منطقي، راه غير منطقي هادشي اللي تقول لي فيه نبيل، ديال ان النصيري هو الرئيس ديال الوداد. وشكون هو الرئيس ديال الوداد؟ تنسمعوا داك البرناكي دابا تقول لك هو اللي رئيس، ودير لي جمع عام، وديك الساعه جيب البرناكي ولا جيب لي بغيتي يا سعيد. هادشي اللي هضرت لك انا في الاول، علاش بغينا جمع عام؟ باش هادشي باش فهمتي يوضحوا لينا اش كاين صافي، ماشي نبقاو حنا الوداد هاد العام، حنا نساو هاد العام، فكروا في العام الجاي. ومن دابا خاطر علاش تنسى هاد العام وانت باقي منافس صاحبي؟ لا ما تهضرش على الشامبيون، انا ما تهضرش على الشامبيون، حيت ما يمكنش عندك كاس العرش هو صاحبي، ما تهضرش على تهضرك على لافريك زعما، فهمتيني؟ تهضرك على لافريك سعيد، لافريك عندك جوج بوابات منين تدوز لها، عندك الشامبيون وكاس العرش بجوج، تلعب في الكاف ايه وشنو وتلعب الشامبيونز ليغ، حتى هي باقي حسابيا باقي منافس حسابيا. دابا حيد عليا حسابيا راه ما يمكنش هذا، وصعيب قلنا امبوسيبل، وراه قلنا صعيب، دل التوهج ديال لي فارو والتوهج ديال الرجاء والاستقرار اللي عندهم بجوج راه صعيب. انا معاكم في هادشي يا صاحبي حمزه، كيما قلتي شوف كيما قلتي الرجاء ولي فار تيبقاو في فوري، هما اللي يبقاو هما اللي غادي لاعبين على الشامبيون ياك. اما الوداد باش نكون معاك نجيك من الاخر، هاد العام يتنسى بلا ما نكذبوا على راسنا، نقدر يمشيو للشامبيون صعيب، وسيرتو في هاد المشاكل اللي واقع دابا الوداد بلا ما ندعوش عليهم، نوريو للجمهور اننا حنا صافي الوداد كاع كاع بقى فينا الحال، خص الوداد ما عوداتناش بحال هكا. علاش حنا بغينا دابا الوداد كيما قلت لك اخويا حمزه يدير جمع العام، نشوفوا الرئيس اللي غادي يجي يجيبوا اللعابه شي بوست اللي خاصهم يتزادوا عاوتاني، باش نعرفوا الوداد خص العام الجاي تقدر تعاود تشارك، راه عادي ماشي نبقاو حنايا نفس المشكل. على الوداد ما عندهاش فرقه اللي تبني عليها دابا. دابا انا واحد شوف اسمع حمزه، الوداد كاينين اللعاب ماشي ما كاينينش،
ولكن راه خاصه انتدابات ماشي لعابه ديال الوداد هادو صافي انا اسمح لي فيهم ناس صحابي وكنعرفهم ماشي لعابه ديال الوداد حمزه ما دخلش ديال راسي انا هاد الوداد اللي كتلعب دابا ماشي الوداد اللي ولفوا عليها الوداد ديال 2001 و2002 و2003 ما ديال دابا هادي اللي ولف على جمهور 10 سنين الاخر ما عندها حتى علاقه بالوداد البارح لاصيك من اشمن ناحيه من كلشي من كلشي انا ملي كنشوف واش لاكاليتي ديال جوار انا ملي كنشوف ان جوار دو 22 زون ما قادرش يلعب وحده الحداد اللي عنده 35 عام هو اللي كيدير لو جو هو اللي فين الوداد هو داك تشولير كدوي حيموت انا اللي كنعرف جوار دو 22 زون في 2017 كان كيطير كان بالشرقيه كان اوناجم هاز الفرقه فوق كتافه والو راه كيخرج في عينيه حتى كره مقدمه كيدير حتى سبرينت ما كيدير حتى كورس ما كيديرها اللي شكون اللي كيدير هادشي الحداد اللي نورمال بوكسيجي يلعب واقف وكاينين شي وحدين ديال راه دار لي زيكسبو داروا في 2017 وداروا في 2019 كاينين شي عناصر ديال الخبره حتى هما بحال حيموت حتى هما تيديروا مستويات ضعيفه علاش غتقولوا حيموت على الاقل بنادم عطاك علاش تقول لي يا بو بنادم عطاك بنادم عطاك من حيموت ماشي بطل افريقيا حتى هو اش لعب دخل لهم بلاصه داش بطل المغرب الله يهديك من هاد الهضره هادي تقول لي رومبلاسون هادشي ما كاينش هادشي هذايا كان مؤثر تما راه لعب دومي فينال تما يا وجاب لك ماتش من ديال بيترو اتليتيكو عقلتي هو بدا اوك فاش دخلوا الاول السيد كان كيدخل كيدير الفرق لا انا عطاك فرقه دابا ال11 تيب دوي معايا على ديال تشامبيونز ليغ 2022 دوي معايا عطاك دا عطاك داري وفرحان معايا واش دوي معايا وعطي الله والعملود ومليو تيرا كيلعب الجعدي والداودي وجبران ولا لاطاك يلعب مبينزا قول لي واش استافد من هذوك النجاحات ولا ما استافدش منهم ما دارش نجاحات باقي ما دار والو باقي ما دار والو ما بروغريساج حمزه بقى بلاصته فوالا ندوي معايا بحال هكا قول لي بلاصو ما زادش ما خدمش السيد اصلا استاغنا السيد المستوى ديالو رجع السيد عنده ام سي ام بلوكاج بسيكولوجيك شي حاجه كيعيش على المستوى الشخصي شي لعيبه ما قولوا دوي معايا بحال هكا لكن غيمشي لانه راه مش من يمشي يتعالج خليني اخويا كاكي وحنا تنقولوا اشنو كاين هذا اخويا حمزه اسمح لي حمزه انا مع بلاتي يا نبيل انا شوف السيد هذا ماشي راه حيموت ولا شي حاجه حيموت كيما قال نبيل لانه سوغ لو بلون تكنيك حيموت راه كويري مزيان اش درت اش درت هذا كويري عطيني لقطه وحده كتفكر الحيموت انا تسناك ولا ليه بزاف بزاف اخويا بزاف نبيل بزاف الله يهديك واش حنا باش نبداو نجبدوا في اللقطات بحال الجمهور حنا كندويو على الاداء العام ديال اللاعب داخل الملعب تكتيكمون تكنيكمون وكل شيء فيزيكمون واش اي واحد من تجيبو من الزنقه يدير هذيك الخدمه ديال حيموت انت مالك اخويا نبيل فين كاين هاد اخويا انا ما يقدرش يديرها هذاك كاين لاعبين غير هو السيد راه كيدوز من مرحله ديال الفراغ كبيره علاش مرحله ديال الفراغ عامين كاين شي مرحله فرق عامين وانا ماشي بوحدو هو ما تيلعبش بوحدو راه هما فرقه راه هما فرقه علاش كتنسب ليه الفشل بوحدو هو راه جبران ناقص وناجم ناقص وهذاك ابو الفتح ما خصوش يلعب بالوداد جبران جبران انا كوداد جبران انا كوداد عطاني وناجم انا كوداد عطاني هذا باقي ما عطانيش باش يشوتي راه عطاك حتى هو معاهم حتى هو معاهم هادو اه هو خاصو يخدم على راسو حمزه فهمتي يزيد وتانا راه ما تنقولش بانه راه حيموت راه ما تيدوز عام مزيان وزعما وانتم تعديتوا عليه راه تانا تنقول معاكم بانه راه حيموت كيمر مرحله الفراغ وحيموت كيأدي مستويات ضعيفه بزاف بارابور لي كاليتي اللي عنده ولكن راه ما كاينش ما عندوش استقرار حتى في اللعب انا باش ما تحسبش كندويش على حيموت بوحدو حتى الميركاتو اللي دار في عهد الناصر فاش هو راه كان اون فورم داك العام وهاد العام ما تيدير والو هاد العام ما قادرش يقلب حتى واحد في ان كونتر ان شنو زعما واش المشكل ديال واش المشكل تكنيك زعما واش مشكل تكنيك حمزه انا سيكولوجيك وي متفق معاك راه من داك العام واش نهضر على لالين طلاطاك ديال الوي هو بو هرا كان مطلب اول ديال الجماهير صاحبي ها في الصيف صاحبي وراه هذا هو هذا الميساج اللي قلت لك يا حمزه راه صعيب تلعب في الوداد وكميه الضغط اشرح لي صعيبه تكون تطير في فرقه اخرى وتجي للوداد تقدر ما تقلعش علاش ولا الراجا بزاف راه هضرنا على هذيك نعاودو نهضروا عليها عاوتاني انا لانك انت ضعيف مونطالمون لو كنتي ضعيف مونطالمون ما تلعبش في اي فرقه ماشي في الوداد ولا الراجا ولا الفار هادشي اللي كاين بزاف راه عطيك الزمراوي كاع وجبناه من المحمديه تيطير فينا هما لعبت الزمراوي ما كاينش في ليست راه هو ما كاينش في ليست واحد واحد تنتمنى من الله تعطيها فرصه شكون هو محروس ديال اسفي
كابيتان ديكيب دابا تلعبتي 20 ماتش عاد باغي تلعب محروم ما فهمتيش دابا علاش كنا شحال هادي والله الا كنا شحال هادي ولا العام وانا هنا الحلاقه مديولي خرجوا على الماتش كلشي خدا الفرصه ديالو علاش ما يلعبش من رمزي ما خدا الفرصه ديالو اللي كيجي في هذاك البوست ما كيلعبش تباعوش راه ما لعبش عمرك شتي واش بغيتي تقول زعما ما عارفش خويا قول انت تجي تقول لي اش بغيتي تقول لا هو قلت شي حاجه عللها قول لي شنو وانا تنقول وانا قلت لك شحال من ميليو ديفونسيف جابت الوداد وما لعبش كاع ما شفتو كاع لا الدراوي الدراوي ولي جا كل واحد اولا كيما بغى الدراوي مزيان لعب ها وحيد لي شي واحد هو كيرو لي عمرو لعب بوحدو تما نهار لعب بوحدو قتلوا الوداد بجوج صغير في سان داونز نهار لعب بوحدو هو سرغيت ولعب سرغيت خدا فرصه ديالو في داك البوست وما ما قلعش هكاك سرغيت اللي لعب ماشي هو اللي لعب قلت لي حتى واحد ما لعب قلت لي حتى واحد ما لعب قلت لك سرغيت لعب تما واش انا قلت لك سرغيت يلعب تما قلت لك سرغيت لعب تما زعما خدا فرصه ديالو تما فرصه تما ومحروس ما خدمش ومخدام محروس كان كيبان مزيان كونتر الترجي وبان مزيان دخلوا راه مزيان دخلوا راه مزيان قلت لهم ميطو دخلوا بان مزيان ومبقاش كنا كنقولوا سان داونز غادي يبدا بالمحروس وكان دخل حتى كونتر سان داونز دخل في الاخر في الاخر وكنا كنقولوا بانه غيعتمد على محروس كاساسي في الماتش ديال سان داونز ريتور وبدا بالسرغات وشنو طرا علاش قلت لك اخويا حمزه علاش قلت لك دابا الوداد فرقه كبيره راه خاصها لعابه كبار لا نبقاو نكذبوا فينا هما هاد اللعابه الكبار مشيو مشيو يجيبوهم كيفاش مشيو يجيبوهم مشيو يقلبوا على اللعابه علاش انا كنت كتربح التيترات بالسعيدي والنقاش برودوي لوكال حتى تمشيو تجيبوا ولا كي سمعت قال لي انت السعيدي والنقاش مع هادو اللي كاينين دابا يعني جي مشي وحده من القيمه ديال اللاعبين هادو بحال هكا جيب لو ميم بروفيل وجيب لي اخويا بحال السعيدي والنقاش دابا لعبوا في الوداد ونقلب عليهم واش قلت لك انا دابا واش خذوا دابا عندك دراوي مزيان جبران من انت كتقول جبران جبران مزيان على جبران ماشي من البروفيل ديال ديال السعيدي مزيان ولكن راه ماشي بواحد ولا جوج ولا يهزوا لك الفرقه دراوي ما مزيانش واش هادو ملي يهزوا لك الفرقه بجوج وقدامهم هذاك اللي كتقول لي انت هي اللي جابو قول لي مزيان ها هما ثلاثه مزيانين عندك وصافي وجيب لي لاطاك واش قلت لك هاد الحتيمي عندك مزيان الحتيمي عندك مزيان ما قال الحتيمي ما مزيانش غنبقاو نضربو هنا والحتيمي اللي تيقول ما مزيانش والله ما تيفهم حاجه بالله كاع بالحلوف انا ما مشيتش معاك في مزيان وما مزيانش كدار ما عطاك توعد علاش لان لعاب اسمحوا لي انا ما نقندير خاطر حتى شي واحد حيت لعاب جاي ما لعبش العام اللي فات الوداد ولات كتجيب لعابه ما واجدينش لعابه ما لاعبينش لعابه ما عندهمش ماتشات في رجليهم لعابه ما عندوش طون جو هو لعب معاك ووجد كيبان واجد اول دار ما يطاو خرج عاوتاني توعد ديما ما يتوعدش ديما كيفاش ديما هو تيدخل الكونتاكت انت بغيتي لعاب ليه يهز رجليه انا وحلا ومصيبه معاكم انا كوداد كان عندي اوناج مثلا في نفس السن ديالو عمرني شفت هادشي كان عندي بن شرقي في نفس السن ديالو عمرني شفت هادشي تدوي على واحد يلاه دار الفرق يلاه بيت في عام بيت 20 ماتش ولا 23 ماتش بيت الفرقه كلها كدوز من هادشي ما تبقاش تقول واحد دابا انت حمزه انيماسيون اوبونسيف ديال الفرقه كلها دابا انت بغيتي تخشي لينا الفكره بزاف ديال على اللعابه اللي في وداد مزيان علاش مش متبدلوش واش هذا باش بقى الوداد لعب بحال هكا حمزه واش هذا السي الحتيمي متحط في اختبار كبير كونتر سان داونز مش ما بانش لك الدري مقنع في اكسيون بغاو عاوتاني اكبر اختبار كاين في القاره دابا هو طيح مع سان داونز اللي قصات لك المنتخب ديالك بالنجوم ديالك وكان مزيان في هذاك الماتش الي كلهم كانوا مزيانين في هذاك الماتش في الالي وشكون اللي كان كيدير لا ديفيرونس هو جناب شوف الدراري شوف هضرنا بزاف على الوداد باش نجيو من الاخر دابا الوداد كما قلنا الخلاصه اخويا نبيل هو الدرج من العام ويجيبوا لعابه اللي يقدوها للوداد ويهزوا داك التوني خصك التوني عرفتي لعبوا واش من جمع عام عندك شامبيونه دابا كاكي خصك تمشي فيها واش انا معاك كاكي ما كاين لا شامبيونه لا والو اش غيديروا بهاد الشامبيونه غيديوا غيجيو ثانيين فهمتي اخويا ما غيجيوش ثانيين حنا بغينا الوداد واش فيها الا لعبتي ثالث الا جيتي ثالث ولا رابع تلعب كاف تلعب كوب ضرب تلعب ضمن منافسه خارجيه صاحبي واش شوف حمزه اسمع انا قلت لك شنو بغيتي تلعب دابا الوداد تلعب كاف اسمع انا الوداد انا قلتها لك انا علاش ما تلعبش الكاف
سؤال ما عرفتش الاهلي عنده الكاف وعلاش بوت بروفوكات كاع حمزه قلت لك انا واش نويه تلعب الكاف الاهلي وفرحانه بالكاف انت مشيتي مشيتي للنادي الاهلي وشتيهم حاطين وفرحانين به وعقلتي على عقلتي على العام اللي فرحوا به مع غاريدو مع غاريدو ماركا المتعب حتى الاخر الاهلي يا الاهلي اللي عنده 35 لقب قاري ولا ما عادش حال لا كنت سمحوا لي راك المهم كاين في المعلومه تقول لي انت الكاف عم شاركين فيها حمزه الكاف هذي شاركوا فيه الويدا خاصك تلعبوا وتديه ما عندكش في الخزينه ديالك ويدي كفريق قوي باقا سوبر ليغ كفريق كبير ما عندكش هذاك التيتر في الخزينه ديالك مع انه كاس كؤوس كان الويداد اكيد شوف حيت دمجوا شوف 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 دمجوا موليني كاس كؤوس كان هو الثالث راك عالق طلحه حمزه ودابا اسمع حمزه ماشي هكا حمزه نعطيك الخلاصه انا وغادي نسكت الله يسهل نحسبولك نحسبولك الا ما كانش الكاف قبل وكان كان كاس الكؤوس ولينا راه كانت لا ليغ دي شامبيون وكانت الكاف وكان كاس كان هو الثالث كان هو الثالث دونك هذا الكاس هذا ما عندكش في الخزينه ديالك خاصك تقلب عليه كفريق كبير نعطيك واحد المثال هذا راه عاشها وهذا هذا راه عاشها راه كان لعب في نادي الشامبيونز ليغ لعب لي مورا لعبوا الكاف كنتوش باغي تلعبوا باش لعبتوا مع جوليبا ولعبتوا عقلت كنتوش موتيفي عقلتي انا عاقل بانك كنتوش موتيفي حتى هذه الاجواء اللي كانت شويه بحال واقع دابا في الوداد فهمتش فوالا وقدرت تسيمنا التجربه تاعي انت خصك حتى تقول لنا شوف انا الخلاصه اللي غادي نقول دابا وغادي نسكت ما بقاش نهضر هو الوداد مقبل على كاس العالم ياك ديال الانديه برافو هاد الفرق هادي راه ما دير والو غنقول لكم اللي كاين خاصها تلعب مع فراقي صحاح وسير جيب لعابه صحاح غنقول لك اللي كاين باش باش تجيب لعابه صحاح خصك سيوله بلاتي خصك سيوله علاش حنا بغينا علاش بغينا علاش بغينا جم العام وين نعرفوا الرئيس اللي غادي يكون هو اللي غادي يجيب اللعابه والمدرب واش دابا انا وليت شاك واش هذا البنزرتي غادي يبقى ولا غادي يمشي انت دابا كاس العالم اش بغيتي دير في هذا كاس العالم مال علاش علاش ما تخسرتي في بلادك تخسرتي في الماتش وعادي تقدر تمشي تما وتمشي من بعيد علاش علاش مال ما هذا كريتير زعما صافا انت كنتي مرشح المغربي ديو كاتريام في كاس العالم ها لا كذاب حمزه لا وانا كنت تما انا ونبي كنتي داير دوزو كاتريام ونبي هو شوف واحد لا في الاول ها هو نبيل ها هو نبيل من الاول كنقول لهم انا غندوزو ها هو نبيل يقول يلاه ماشي كاتريام غندوزو غادي ندوزو من اللي غندوزو غننافسو على الحظوظ ديالنا علاش ما نوصلوش لكاتريام عطيك حمزه كيف فرقع علينا اليوم والله فرقع انا والله وقتي معايا في قطع لا لا تكذبني اخويا نبيل واحد والبيت نعطي واحد المعلومه سمحوا لينا واخا دمجنا والبيت ديال الصيري حنا غاديين في الكار غادي للتيران باش نتفرجوا في المغرب والبرتغال حطوا لي في قلت ليه الطن قال لي باقي مسجله قال لي راه غي سونطريها عطيه الله وان شاء الله غيضرب النصير وحق الله كي الله يليك ابو بوسلك اخويا داك الراس اخا عمرو داك الراس سيتي ابو خيل اش عاقل انت ان شاء الله حداك الشريف بوس بعد انا جويل لا داك اخويا خذ باروك الله يتنسيتينا علاش كنا كندويو واه خويا تي تا هو مهم كاس العالم قلت لي انت غادي طيروا يبيك لنا خلينا انا كنطالب حاجه واحده الوضوح لا ما قلتش لك غادي طيروا انت قلت لي طاروا في الدور الاول لا قلت لك دابا غتشارك في كاس العالم واللي كيهمك في كاس العالم هو القيمه الماليه ديالو سانسيرمون ياك كاين واحد القيمه الماليه مهمه دابا بلاتي بلاتي شتي تما دابا 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 الراجه تمشي للفينال والوداد خصها غير القيمه والوداد فاش كانت عندها اون شانس باش تمشي للفينال ما مشاتش ليها تقصات قبل ما تخرج الاغنيه ديال دابا نتوما تشوفوا الفينال قبل ما يغني ديزيدروس دابا لا ابلاش ديزيدروس غنى ثلاث نتوما تقصيتوا نهار اثنين ولا بعد حد تسيره صحيح الديس كان تعطل عنده لحظه صراحه ترى يا عمزه تقصينا نجيب واحد والله الا كنضحك لا وكما دوزاش على كاكي كاكو زعما مشاو للفينال ديال الكوب دي موند زعما نتوما القيمه الماليه زعما بغيتوا الفلوس عشنا بالفلوس بارك عندنا بالفلوس شبعنا فلوس ولكن شوف نبيل لوجيك بغينا نمشيو حنا غادي نشاركوا في كاس العالم ولكن راه خاص بزاف راه في الويلات تقدر تمشي فيه بعيد ولكن تجيب لعابه اللي يعاونوا شي لعابه اللي كاينين تما خاص بهذاك النيفو ديال شي لعابه اللي كاين في الوداد دابا راه ما ترجع بلا ما ترجع على هضرت كاكي يعني كاين شي كاينين اسماء اللي تبني عليها باش نلخصوا عافاكم شوف الوداد يلا انت شتي خمسه لعابه واش شنو واو انت مسيني مع واحد مسيني معك 6 شهور هابريطي هذاك لاطاكو دابا اوغنز وباش عرف شو دابا واش يكمل معايا ولا غادي يمشي اما شير ما واضح ما مفهوم والو دابا
عفوا ودابا دابا فهمني يا حمزه صاحبي غيمشي غيمشي ودابا فهمني ودابا فحال هاد لاطاك ومدير الوداد دابا غيمشي اخويا سعيد فينك فابريس وفينك ليفون وفينك امباي وفينك موسانداو اسمح لي يا صاحبي هادشي علاش نهضر انا اخويا حمزه دابا شوف باش حاجه ربطوا بحاجه شوف راه حاجه مربوطه بحاجه دابا كاكي كيقول بان الكاليتي الجو الفويض خصها تبدل هادي الفاليدي ولا ما فاليديوهاش الفاليدي غادي فاليديو باش الكاليتي الجوار في الويدات تبدل وتحسن وترجع على الاقل ديال 2017 و2019 شنو خص فلوس ياك الفاليديو حتى ندوزو ولا لا ما لا لا معاك قول انا شتي بنتي ديال سير خويا نبيل انا واخا وباش تجيب زعما هاد اللعابه خصك تعرف شنو هي لا سيتوياسيون فينونسيير ديال الويدات ياك سير هادشي اللي كنعرف وي وباش تعرف لا سيتياسيون فينونسيير ديال الوداد اللي هي اللي غتعطيك باش تجيب دوك اللعابه دابا شوف راه غادي تك 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 في تسلسل تك 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 خصك جمع دير جمع وباش دير جمع خصك تقرير خصك تقرير المالي الا خايفين من هذا التقرير المالي قولوها ورسكتوا هادي حيت علاش علاش خايفين راه هو غيخرج الوداد الرئيس ديالها كاين في عكاشه والرئيس المنتدب كاين في بن جلون واللي كيخلص اللعابه لا هذا لا هذا كتوجدوا في شي واحد قولوا حنا كنوجدوا باش الجمهور حتى هو تكون عنده واحد الخلفيه على شنو كيدار وشنو كيتبريبارا في الاسامير ما عرفتش خصنا نعرفوا خاصني توضح هذا شنو واش خايف من لا رياكسيون ديال الجمهور حيت واحد السيد كيخلص اللعابه ديال الوداد اذا هاد السيد كيبريباري راسو انه يكون راه جازي بخير تيفك لكم المشاكل لقيتوها انتوما الوضوح وما حمزه وحمزه هي صعيبه تعجباتك الوضوح لا صعيبه صعيبه كف مؤسسه بحال الوداد والوداد فيها مشاكل اللي كيقول لكم ان الوداد ما فيهاش مشاكل راه باغيها تبقى بحال هكا باغيها تبقى بمشاكلها وعنده الوداد ما تتموت نبيل ما علاش تموت ما علاش تموت الوداد هذا هي دابا شنو هما المشاكل شنو هما المشاكل ان الوداد خصها رئيس خصها وضوح خصها شفافيه خصها قائد خصها مكتب خصها كابيتان كابيتان ديال سفينه خصها الراس الكبيره خصها قائد ديال سفينه خصها الراس الكبيره هو صافي شي من حدنا باش تكون واقعي بحدنا ما قادريش الفرق الكبار ديالنا تكون عندهم ستركتور او عندهم هيكله خصنا راس كبير اولا كتقولوا بان هذا السيد هذا اللي رئيس منتدب ماشي من القيمه ديال لا ما قلناش البرناكي رجل رجل محترم ولا بغينا حنا بلاتي لا انا بلاتي حمزه البرناكي علاش ما يخرجش يدير جمال عام ويترشح هو كرئيس الا كان رئيس دابا راه كيدير لي فونكسيون ديال رئيس كيفاش ولكن يبقى بحال هكا تالي لا 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 حمزه ديروا مع السيد قولوا ليه انت سيدي دير لنا جمع عام نعطينا التقارير اللي كانت قبيله ودير مكتب وشكل مكتب ديالك ومرحبا نقول لك اش كنعرف انا اللي كنعرف انا مكلخ انا كنعرف حاجه واحده كنعرف اللي باغي يولي رئيس ديال الوداد ورئيس ديال شي فرقه كيجيب واحد المشروع كيدير واحد الدوسي كيوزعوا على الناس الصحفيين في واحد الندوه صحفيه وكنطالعوا على المشروع اشنو فيه وكيمشي للجمهور الجمهور كيعرف وهذا وهذا الشيء كنعرف ما يهتف في مصر لا راه هنا كي علاش ما يصر زعما دوك الانتخابات راه دوسي كيتطبع ب 10 درهم لواحد ويتفرق على شي على 50 صحافي ولا انتخابات صافي علاش فيها علاش ما نديروش بحال هكا انت عندك واحد السوله ماديه عارف راسك علاش داخل عارف علاش ما نديروش بحال هكا زعما عارفش خويا نبيل سالينا هاد الوداد الله يحفظك مزيانه هادي والله الا نساها بالرب الوداد صافي تشارك في الكاف وتلعب مزيان دي تشامبيونز ليغ وليد فرحوا مع حمزه وينضحكوا عاد صافي نسى والله صافي زير صافي انت تعاك ياك اخويا حمزه لعب نسى صافي لعب نسى كيما قلت شي وضوح وضحوا لينا راي جديد لعابه مزيانين الوداد راه كبيره تيلعبوا فيها الرجال الكبار صافي جيبي لعابه مزيانين ونستحيد عليا خلي الوداد غادي ما عندك العق صافي يلا دابا خوك البوراس بغا يسد لينا البرنامج تايس البرنامج اللي تيجي كيعاود غير شي واحد تيجي كيعيوك بالرب الاله كاع والله غادي يطلع لي الدم انا دابا والله دوزوا
كنا مريحين هاد السيمانه هادي اخويا حمزه اخويا سعيد قاطر صم تشاف ديك الورقه اسمع تنعدل تسمعوا ترسمها في الحوت فهمتيني ولي سهل الحوت وعوة كيدير لها بحال هكا طوطو الدب الدب ولي مزيان الدب تترسم بربعة ستاوات والله دابا نرسمو لك نوري لك كيبقى الكولوار كوش كيبقى شويه والله الا شويه كترسمو دابا ياك 4 ستاوات وصلتي للسابعه وباقي ما بانش الستاوات اللي من ليه مقلوبين مقلوبين الوردة هذيك تبغي تدب شي والله تا وردة هذيك كوالا هذا شتي كيدير هذا جيت للباندا واخا مشيو كنا مريحين هاد السيمانه ما علينا ما بينا قيس الخير تا كتسمعوا باللي الشرعي مشى بحال هاتو وجابوا سكيتيوي علاش الله اعلم اي بشي مزيان صافي هادشي قدرك علينا سكيتيوي بان ليا مزيان مدرب لاعب الكره صاحب دوز الكره لا ماشي عيد صاحبي هادشي اللي كنعرف انا انت صاحبي سكيتيوي احترمو كمدرب وكشخص وكلاعب داز في المغرب فرجنا فيه لاعب كويري هذا مشى ليكيب اولمبي انا فرحت ليه لاعب الكره الدراري عندنا دراري جون صغار مزيانين غادي يعطيهم ليكسبيريونس اللي عندهم ولا يمشي معاهم مزيان علاش على انك غتنجح في التدريب مارادونا او ما نجحش احسن لاعب في التاريخ شكون هو زعما من مورا ميسي ولكن انت تقار لي حتى مارادونا في نجح في التدريب علاش التدريب هذاك راه سميتو اللي خلاتو يدرب وكان مشغول قول لي طارق مدرب مزيان مدرب كبير مدرب واعر مدرب اللي لقى القاب مدرب اللي عنده باركور مزيان محترم خلاك انا متعاك مع فراقي ما كانوش معروفين ووقفهم بطارق بصير طارق راه دا كوب دي ترون في الدوزيام ديفيجن واش نقول لك طارق راه بطل افريقيا اش طارق كنقول لك مدرب قول مدرب كبير مدرب عنده باركور مدرب خيم لا ما تقولش لي مدرب مزيان ما تقولش لي يلعب الكره ومدرب لا الاكسبيريونس ديالو لعب الكره معاك اخويا انا سعيد انا في هادشي وانا تنايد هادشي اللي تتقول راه انا معاك في هادشي اللي تتقول وانا كنبغي نشوف بحال هاد لي بروفيل كينجحوا دابا تشوفوا شكون مع لا بيان سور لا انا مع طارق غادي نشد الاولى حنا مع انا مع 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 طارق سكيتيوي كمدرب دابا حيت ولد البلاد دابا كاين هاد العاطفه ياك عندكم كاين يلا بالصباح حنا تنقولوا لكم مدرب اللي نتائج ديالو كبيره مدرب اللي تلقى التكوين على اعلى مستوى لا ماشي هادشي علاش حيد الشرعي علاش حيد الشرعي علاش الاسباب تحيد الشرعي يمكن النتائج ديالو مورا كوب دافريك مورا لا كوب دافريك ما كانتش مستقره ترى دا كوب دافريك اي متفق معاك عمر دا شي واحد دابا حنا شاركنا في كاس افريقيا ديال قل من 23 عام في 2011 خسرنا فينا نظمنا هنا خسرنا فينا لا قلتو مع كن مع الكابون ما لعبناش 15 وما لعبناش 19 ولعبنا 23 وداها الشرعي لاول مره في تاريخ المغرب جينا وني ما كانش اقناع في الماتش ديال الفينال كان انتقاد كبير في ماتش كونتر مصر اللي تعرف دابا حنا عاد ولينا كنقلبوا على الاقناع وهذا دابا لحيت من مورا هذا كان من مورا هذاك الماتش وبقات ديما ديك الصوره حيت اخر ماتش رسمي الكريكي لا اقناع لا كره لا اخر ماتش رسمي للشرعي هو كونتر ليجيبت هو اللي ربحنا فيه لاكوب دافريك بجوج لواحد وكنا متفقين بانه وخربحنا في هذاك الماتش ما كانش اقناع وتعذبنا مع فريق اللي كان خارج ليه لعاب حمراء وحمانا ذاك اللعاب ذاك طارق ذاك عادل عرفتي تعذبنا معهم في هذاك الماتش ذاك اللعاب عذبنا ديال مصر وقلنا بان المدرب البرازيلي تفوق على الشرعي وكيفاش حنايا كنضيعوا في احسن جينيراسيون عندنا مدرب يمكن ما لقاش حلول كثيره ما قدرش يسيطر على الماتش ما قدرش بان ضعيف تكتيكيا امام المدرب البرازيلي اسمحوا لي كدوي هذيك هي الصوره اللي بقات علينا عند الشرعي كجمهور مغربي وليني كتقنيين حنا بقينا متبعين المسار ديال المنتخب الاولمبي من بعد لاكوب دافريك علاش حنا اصلا اختارينا الشرعي في الاول شنو السند التقني اللي اعتمدته الجامعه جابوا لك المدير التقني الرئيس ديالها جابوا لك المدير التقني كان بلجيكي وكنا مآمنين بالمدرسه البلجيكيه لحد الان مازال حنايا لا مازال حزان مختارين افشل مدرسه في اوروبا في التكوين
هي المدرسة البلجيكية. بين البرازيلية وباش نقول لك ولين المسار ديالو ما كانش كيشفع عليه باش نعطيه في امن هذيك القيمة. اول تجربة ليه في التدريب وهي في المنتخب كيفاش الجامعة فاليدات نقولوا سيدي احنا المدير التقني هو اللي مشيو معاك في الشيء اللي كتقول. كيفاش الجامعة فاليدات واحد الاسم اللي ما عنده حتى شي تجربة كمدرب كان ادجوان في 4 ولا 5 ديال التجارب اللي قبل في السعودية وفي بلجيكا وفي داكشي دائما كان ادجوان. كيفاش الجامعة فاليدات هذا الاسم؟ غمرات الجامعة معاه غمرات الجامعة معاه وملي داك افريقيا حيدته كيفاش فهمني انا بغيت نسطى انا هادشي التحفظ اللي عندي هو ما كاينش وضوح من طرف الناس ديال الجامعة على كيفاش تم الفسخ او الاسباب ديال فسخ العقد مع السي عصام الشرعي في هذا الوقت هذا بالضبط 3 شهور قبل. واش حيتاش بغينا نعاودوا نفس ليبوبي ديال المونديال يعني نفس التجربة الناجحة ديال المونديال يعني الكرة المغربية ولات كتسير بدي سوبرستيسيون كتيب الكتيب حمزة بدا وجاني بخزعبيلات ماشي على حسب معطيات وأرقام لدلاسيونس انا معهم اخويا حمزة اسمح لي انا بغيت سكيتي فهمتيني انت مع سكيتي انا مع سكيتي يقدر ينجح زعزعك خزعبيلات يقدر ينجح علاش ما ينجحش مدرب مزيان انا بدا تيعجبني كاع كيعجبنا رانا قلنا لك اختيار موفق الحمد لله وان شاء الله يا ربي اختيار موفق هذه عاطفه هذه كاين علاقه نتايا لا بناء على المسار الجيد ديال طريق سكيتيوي من نهار ولا مدرب وطني وعلاش نحيد الشرعي بطل 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 كاس العرش بطل افريقيا عندي سؤال واحد واش حيت انا بوغ موا زعما سمحوا لي كيبان لي بلي عندي اونترينور اللي جاب ليا كوب دافريك ما بين 3 ديال الكوب دافريك اللي عندنا في التاريخ ديالنا في منتخبات كامله ميكسيوم ديرو في شيبيكسور عطاوك 3 وحده في 76 وحده في 97 مع الطاوسي وهذه ياك هادشي اللي عندنا عندنا شي رابعه جوج شانات دابا ياك كوب دافريك ياك لا كان لا كافي اللي مخرجها مرحبا سي حمزه مرحبا سي حمزه واحد مع الموتين جوج واحده مع السلامي وواحده مع الموتين وكاس العرب ديال طوبات من 11 هذه هذيك هذه مرقه لان انت جالس معنا ضروري اخويا لا لا تمشي معنا لا لا كنضحك معك رسمي لا بيان سور بيان سور كاس العرب مع حمزاني تمشي انا وياك عندنا ماتش كان عندهم ماتش مع الوداد مشى حتى واحد من الوداد بصح مشى حتى واحد كان يمشي ايوب خليقي مشى انا وخليقي ونادير في نادير وي شكون حبس العسكري العسكري وكيناني وكان عصام باده تحيه للدراري تحيه له كامل واخا سؤال انا كان قلت لك بحال هكا انا كدوا في كاس افريقيا ماشي وزيدوا الشامبيون سور وهذا وهذا بيان سور هذاك الميريت ديالكم ما عمرني نحيد ولكن السؤال ديالي دابا عندنا 3 كوب دافريك الشرعي جاب منهم وحده بالنسبه ليا سيليكسيونور جاب كوب دافريك كيبقى لي لو ميريت ديالو واش هاد الاقاله كتعني بان وني خلينا في الشرعي خلينا في انا في كوب دافريك خلينا في كوب دافريك واخا ناس واش ما كانش انتقادات كبيره للشرعي في لاكوب دافريك انتقادات واش هادشي الاخرين دابا ماتش الاخر سورتو الماتش الاخر واش هادشي كيعني هاد الاقاله كتعني بان الشرعي ما كان عنده حتى شي دور في تتويج كاس افريقيا انا هادشي اللي فهمت حيت زعما جريتي عليه بلا اسباب انا هادشي اللي فهمت انه ما كانش عنده دور اساسي في تتويج كاس افريقيا انا تفرجت في الباركور ديال المغرب اخويا في لاكوب دافريك داروا مقابلات كبيره سورتو مع المنتخب الغاني اللي اكتسحناه ب5 ربحنا مورا على ار دي سي الماتش ديال المالي اللي كانوا اقوى فريق الى جانب المنتخب المصري وربحنا او درنا معاهم 2-2 واحد الماتش هيتشكوكي يمكن التحفظ كاين في الماتش الاخر ديال كيفاش ادار الماتش كونتر ادار اي لا وليني كيفاش ادار الماتش كونتر اون ايكيب اللي خرج لهم العاف لا بريمير ميتون بحمراء ربحوا راه كانت هذيك ليكيب تقدر تربحك ب 10 راه فينال هذه يا كازكاكي ولا لا دابا شوف انا تندوي على الاستياء اللي كان عند الجمهور المغربي هو هذا ما احتاجش هذاكش لا قال كيفاش حنا بهاد العناصر هادو اللي كيلعبوا على مستوى ودوزنا ماتشات كبار ما قدرناش هذاك لاكوب بلا قناعة لا حتى بداو كيدو حتى كيفاش المدرب البرازيلي ديال مصر تفوق تكتيكيا على عصام الشرعي في هذيك المقابله
وكيفاش قدرنا نحسموا الماتش غير بكود بي ار تي ديال التيرغالي نحط عليه زلزولي ونزل عليها. كيفاش ما خرجتيش درتي ندوه صحفيه او خرجتي واحد كومونيكي شرحتي فيه كيفاش تم الفسخ مع عصام الشرعي؟ انا متفق معك بحال هكا خصنا نعرفوا علاش وشنو هما الاسباب رغم النتائج رغم النتائج الايجابيه اللي قلنا الرسميه راح يتشنى ماتش ما يكون يلعب جوست ابري راه كارثه. باش نقول لك على جميع المقاييس راه خسرتي مع العراق شداتك الدنمارك او 21 عطاتك بلاتي سول هنايا شداتك الدنمارك علاش شداتك الدنمارك او 21 عطاتك 3-0 ديرنييرمو علاش ما تقالش تما بغيت نعرف علاش ما تقالش تما علاش دابا علاش موراكو بدافريك ديال كوت ديفوار ايوا رجع على داكشي اللي قلت عطيني علاش موراكو دافريك ديال كوت ديفوار لانه كيقولوا بانه كان مشاكل في لابروشين دات فيفا لانه الشرعي كان كيطالب بانه اللاعبين الاولمبيين اللي كاينين في المنتخب الاول خصهم يلتحقوا به باش السيد يبريباري لي جيو ديالو حتى هو بواحد الطريقه ملائمه وكان رفض هادشي اللي تيقولوا والله اعلم كاين تقدر تكون وعقلتي لك ندوين وعقلتي لك ندوين على الدراري عقلتي كاملين تقريبا في ديك الحلقه دويت انا وياك نبيل قلت لك في لابروشين دات فيفا غادي نشوفوا واحد ليستوار اخرى والدراري راه تبارك الله راه كيرجعوا للحلقات الحلقه اللي فيها النبيل ودويت لك وقلت لك راه من حق عصام الشرعي حتى هو دوك اللاعبين يكونوا معاه حتى هو راه كيبريباري الجيو دونك انت بغيتي تقولي بان دابا سكيتي وغيخلي اللعاب الركنادي وانا بوغ موا هاد لو كونفلي الا كان كونفلي والله اعلم ديما ديال عصام الشرعي والركراكي راه كان من لاكوب دافريك انا نقول لك علاش اخويا نبيل لانه من لاكوب دافريك كان كيعيط على من الركراكي قبل كان كيعيط على بوشواري كان كيعيط على محمد صلاح كان كيعيط على ابراهيم صلاح كان كيعيط على شادي رياض والسي الشرعي ما كانش كيلعبهم وريشاردسون ريشاردسون مازال لعب مع الشرعي ريشاردسون ولكن هادو ما كانش كيلعبهم الشرعي لا زعما خاص يطلعوا ليكيب هادو كان كيعيط عليهم وليد وملي كنا غنلعبوا ملي كنا غنلعبوا لاكوب دافريك هبطوا باش يقويوا المنتخب ديالنا وما لعبهمش الشرعي علاش زعما كاش كيعتمد عليهم كاساسيين في المباريات الاولين حتى الماتش الاخر عاد لعب بوشواري ما ابراهيم صلاح ما كانش كيلعبوا كاع كان كيدخل ديما شونجمون تكون من الاسباب ديالو زعما واش انا كنت كنتاقد هذه القضيه هذه في الاول كنت كنقول كيفاش واش الشرعي كيبغي يقول للركراكي بطريقه مباشره على ان هذوك اللاعبين ما كيستاهلوش بلاصه في ليكيب مي كتلعب وحدين اخرين ولا كتلعبش هادوك اللي كنعيطوا عليهم ولا كيبغي يقول لي بان راه الاولمبي احسن من ليكيب فلعابه واعر على ليكيب واش فهمتي هادوك اللي كتلعب انت انا راه عندي انا بوغ مو كنت دويت على هادشي مع الاخوان مع كريم ومع بابي مع عز الدين عماره والدراري شحال هادي وقلت لهم راه هادي راه ممكن دير واحد 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 التبرزيطه ولا واحد الكونفلي ما بين الشرعي والركراكي لانه راه هذا شويه كتسمى الركراكي غياخذها بحال عدم احترام ولا غادي يبدا يقول لك وانا كيفاش انا مدرب ديال ليكيب او رابع العالم وكنصيفط لك لعابه وما تلعبهم شنو زعما انت كتفهم احسن مني ولا عندك شوفه احسن من ديالي وسيرتو لا مشى الشرعي لي جوز اولمبيك ودار شي انجاز بلعابه اخرين ماشي هذوك اللعابه اللي كيلعب الركراكي لا ما كانش غيدير انجاز لا تكت مشي بسنا لك راسك تقول لنا وتريح حمد تقلب عليها حمد خويا نبيل انا واحد انسان واقعي والشرعي انا ما عرفتش علاش كانت خصو تعطاه فرصه ديالو فهمتيني لانه انسان نجح في المهمه ديالو وصل لوبجيكتيف ديالو واخا انا كان عندي تحفظ لان راه بحق الله راه كنت قلتها قلت لي فاش كانت دالا كوب دافريك وكانوا تقلقوا مني الناس بزاف قلت لي انا ميرسي او روفوار بحال هكا لانه كنت مقلق ديك الساعه فهمتيني ما عجبنيش كيفاش لعبت لعبات لا فينال مي من بعد وليت كنقول على انه راه لعب ضد فرقه خاصها تدافع ب 10 فهمتيني ولين جوست ابري وليت كنقول راه عندي شويه ديال الحق راه ما كنديروش راه ما كنديروش نبيل تنقول راه ما تنديروش مستويات كبيره حتى في لي ماتش اميكو تفرجت في العراق تفرجت في ما قناكش داكشي فهمتيني وليت كنشوف عبتي شوف تلوث بصري فهمتيني شبغيت تنقول وتنقول شي لعابه تما راه ما خصهمش يكونوا كاع ما خصهمش كاع يحملوا القميص ديال هذيك لا كاتيجوري خويا ساحل فهمتيني ولكن عاوتاني اش كنت كنقول وكنت كنقول وهذا الشرعي مسكين هذا
الوساطور ديالو ولا اللاعبين الاساسيين ديالو ولا الدعائم ديالو كلهم عند الكراكي للعزوزي لا ريشاردسون لا بوشواري لا للزلزولي ولكن هو من طوم بس اللي يدير نتائج بكاش طاب كان ليكيب ناسيونال دابا ولا كان متفق معك حمزه ولكن دابا بحال هاد اللعابه فطلعوا عند الركراكي ما كاينينش لعابه اخرين زعما اللي غادي يمشي بهم مزيان شكون هو هو كما قلتي دابا هو تيصيفطوا مع عند الركراكي وفي تيجيو مع عند الركراكي ما تيلعبهمش علاش شكون اللي كيصيفط راه الركراكي اللي كيصيفط الشرعي والشرعي اللي ما كاينش وعلاش ما تيلعبهمش يعني هادي تقدر من الاسباب ديالو وانا هادشي اللي بغيت نقول لك تقدر تكون من الاسباب ديالو ويمكن ما فاهمينش يعني هما ما فاهمينش ولا شي كيقطع ما عرفتش ولكن راه حمزه عنده الحق في واحد الحاجه هادشي كيجرنا لهذا الشيء اللي قلت لك راه ما يمكنش او ثاني راه كيما قال الركراكي راه حنا اهم حاجه عندنا هو ليكيب بروميير ياك الاولين المنتخب الاول وحنا تابعنا لجوز اولمبيك دابا راه عنده الحق راه انت راه عندك شي لعابه راه حتى انت خاص يكونوا معاك باش توجدهم راه ماشي انت تكون شاد واحد الجروب وما معاكش واحد 4 جوور ولا 5 جوور مع ليكيب بروميير حتى تبغي شي لعابه باش تجيبهم سولك سعيد شكون اللي من حقه يوجد في مارس الشرعي بيان سور كومبرا دابا سكيتيوي بيان سور طارق سكيتيوي ولا الركراكي طارق طارق بريوريتي دونك شنو انا كركراكي جبت هذاك اللي غيقدر واش دابا دو ماتش اميكو غتحسبوا قلتها ليه ديره واش دو ماتش اميكو غدير داخلين المنافسه الرسميه داخلين لي جوز اولمبيك هو طارق بريوريتي عطيه لعابه صاحبي حنا كندويو على الاستقرار وكندويو على طريقه ديال بناء لعيب وعلى كندويو على هادشي عطيه السيد بريباري من ولكن هو ما جاب طارق وبدل الشرعي الا كان هو داخل جو سي با تا هو ما غاديش هادشي اللي كتقول حيت هو كان ناوي يعطي البريوريتي ليكيب اولمبيك ما كانش غيكون كاع الخلاف مع الشرعي دابا طارق دابا اللي بغيت نفهم من هضرتك دابا هو ان طارق فهاد لا دات فيفا هادي اللي لا بروشين دات فيفا عندنا فيها دو ماتش اميكو ما نتحاسبوش مع طارق على هاد لي ماتش هادو ماشي من حقنا نتحاسبو مع طارق حقنا علاش ماشي خصو يخلي ليه اللعابه انت كتقول لي دابا يا ما خصوش يخليهم ليه قلت لك هاد التغيير ديال المدرب كيعني بانه ما يخليش ليه اللعاب وتنشوف الشخصية ديال طارق ما يمكنش انا عاوتاني طارق الشخصية وحنا كمان دابا شوف الكوميونيكي اللي كنخرج في الجامعة هو كتقول لك كان خص يكون تنسيق مع جميع المدربين ديال المدربين اللي كيشتغلوا في المنتخبات الوطنية خص يكون واحد التنسيق واحد العمل منسق حنا تابعنا وليد الركراكي خصو يخمم لطارق كيفاش ينجح في الجيو في لي جوز اولمبيك هذه هي السياسه اللي غدا فيها الجامعه دابا كيديروا اجتماعات تقنيه باش شنو هو لا سيونس اللي داخلين عليه دابا حنايا كما كبلاد راه هي لي جوز اولمبيك يمشي كينادي حمزه في الصيف في باريس راه ما بقى لا والو خاصو يوجد خاص السيد يوجد وخصنا نوجدوا معاه وكيخص وضوح خص خرج قول لي شنو كاين انت ما وضحتي لي في كوب دافريك شنو وقع خرجتي درتي انترفيو حامض متفق معاك فهادشي خصو وضوء لا علاش رئيس الجامعه ما تيخرجش علاش ما تيخرجش رئيس الجامعه علاش ما خرجش باقي ما دوى على الاقصاء باقي ما دوى على هاد القضيه ديال الشرعي وكان مولف يخرج بيان سور كيخرج مولف كيدوي مع بدون مولف كيدوي مع الجمهور كيجي الاب اف ام مولف كيدوي مع الجمهور المغربي عادي مولف كيدوي مع الجمهور ديال الكره مولف تيريح تيدوي وكيشرح شو هو واحد الاذا كيف في كره يعني ماشي هو باسيوني من غير انه المنصب ديالو المسؤوليه ديالو كرئيس جامعه ولكن هو باسيوني بالكره وكان كيدوي معنا في ايامات واحد هاليلوز عقلتي كان تيخرج وي با مال دو فوا دابا ما عرفتش خصنا بزاف ديال الامور واش كانت النيه هي ان في نظركم زعما شنو ما كانتش النيه ان الركراكي يشد ليكيب اولمبيك تسمع بجوج يديهم لباري كون نجح في لاكوت ديفوار كون نجح بيان سور دابا سي با بوسيبل كون نجح في لاكوت ديفوار فهمني فهمنا يا حمزه فين دويت لك وي كون نجح في لاكوت ديفوار كنتي غتشوف راه كان طرات هذه طرات مع شي مدرب كان شد في الكلاسيكو كنتي غتشوف انت الزاكي دايره كنظن وني دابا هي اللي رجعنا للاختيار ديال طارق سكيتيوي راه حتى هو كان تري انتيليجون بالنسبه لي انا الاداره التقنيه او الناس اللي عينوا طارق الا رجعتي الباركور ديال طارق كمدرب او طريقه اللعب ديال طارق هي اللي غتناسب معنا في ليجيو كونتر خصوم
اللي مزيانين اللي قدروا عندهم قيمه، القيمه السوقيه ديال اللاعبين ديالهم ولا القيمه ديال اللاعبين ديالهم اللي كيلعبوا في مستويات عاليه. طريق كيعرف كيعرف يلعب لاتاك رابيد، طريق تيعرف يديفوندي ويمشي. دونك الله يسهل عليه البروفيل ديال طارق. انا كنظن البروفيل ديال طارق انا ولا انا كنت داك الشيء اللي قلنا كاملين مع دوك لي كاليتي كاملين اللي عنده تبارك الله كمدرب وكلعب في ليترونجي وعنده عقليه محترفه، هادشي كامل غادي يعاون طارق. ما كرهناش، انا كنحلم ان شاء الله ان في الصيف نمشيو شي فينال وشي حاجه على الاقل، ما تبقاش تزادنا شي حاجه اخرى مورا ديك الدومي فينال. ديوها علاش ما ديوهاش؟ داتا نيجيريا ودا الكاميرون، عندنا جينيراسيون واعره. لا فهمني من الان باب قلت لك غتعاوننا في واحد الباب اخر باش الركراكي يصغر راسه شويه، حتى هو خصنا انجاز اخر اللي يصغر لنا شويه الراس ديال الركراكي. انا كنقول فاس بعولي ما نكذبش عليك، خص حنا في حاجه لانجاز اخر باش يعاون السيد الناخب الوطني السيد وليد الركراكي انه يفهم بان راه غنديروا حوايج اخرين من غير دومي فينال ان شاء الله. حنا ما نجلسوش هنا ان شاء الله باش حنا ملي نمشي معاه. نتمنوا التوفيق لطارق. يلا سدينا الشرعي وسكيتي ويمشي ولا واش هذاك الكتيب اخويا ما خدم؟ والله اخويا حمزه رجعتي والله ايوا برون دات زعما خذ واحد التمايره صافي صافي 10 دراهم صافي ديال الفيلم. والله ما غاديش نجبد كلشي عاوتاني، خاصك اليوم 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 الدوخه التمايرات العيبات غدا نقول لهم عاوتاني نعيطوا على الطبيب من هنا يخرجنا طبيب من هنا. يلا نمشيو للرجاء، الرجاء اللي 3 بوان صعيبه مع اسفي. اما صعيب صعيبه صراحه، عبو دار ماتش كبير، اسفي كانوا واقفين زلو برو سيتو برومي ميتون كو دوزيام ميتون شويه شوتاو دوزيام ميتون ما كان صراحه صعيب. واخا كشتي الرجاء اليوم مشكل في ميليو تيران عند الرجاء ما كانش داير احتراماتي برومير ميتا هذا المكازي وخا هكاك تيدوروا فيه والله الا بانت بلاصتو اليوم. شكرا سير شو برومير ميتا. شكرا برومير ميتا مبارك وزريده ما كانوش دايرين، تشوف ابو كرين بوحدو تياخذ يخرج يشد كره يخرج ويدور وني مكازي ومبارك كانوا كيدوروا لكن ماشي ما كانوش مزيانين برومير ميتا. لا برومير ميتا انا تنقول لك انا هاد ما كانوش مزيانين، كندوي لك على لو ديو مكازي ومبارك كانوا كيبانوا احسن من لو ديو ديال زريده ومبارك. باش ندو بحال هكا دوك الممرات ديال التمرير دوك لي لين دو باس ما كانش زريده ما تفوقش اليوم، ما قدرش يخلق ممرات التمرير لصحابو بزاف، ما قدرش يخلق زياده بحال الماتشات الاخرين، ماشي بحال الماتشات الاخرين، ما قدرش يخلق تفوقات عدديه في بعض المناطق، ما قدرش ما شفناش داك زريده البيركوتان، داك زريده اللي كيعطي لو بلوس دوفون، داك زريده اللي كيعاونك في لا ريكوبيراسيون. شفنا مبارك حتى هو ماشي داك مبارك اللي واخا ما كانوش دايرين اليوم. مبارك في لا بريمير ميتون راه الشيء الوحيد اللي كان كيشد كيخرج كيلعب، صعيب باش يضيع كره. حتى في لا دوزيام ميتون فاش دار ليه شونجمون مدرب راه تسالنا قلنا هذاك المدرب علاش مبارك خرج، ولكن ملي دخلوا لي دو شونجمون دخلوا كامارا راه الميليو الوجه ديال الميليو تيران ديال الرجاء تبدل راه شتي كامارا عطى باس ديسيزيف في السونتر ديال سونتر البوزوق اللي زقل بواحد الطريقه شويه اللي غريبه، ماشي غريبه هو دارني عليه، ما كان تعلق ديال العلوي حمد هذاك لي شونجمون اللي دار المدرب بحال قلتي ريسك شويه الاكل ديالهم واش من وسير سؤال من ريسك والاكل ديالهم ولا لي شونجمون اللي كان يدير ولا ديال لاطاك وربحوك لي شونجمون ربحوك حتى هادو بدلوا الوجه ديال الميليو تيران دراجة تبدل. ولكن انا كيفاش في الاول تفرج شتي كيفاش كامارا في الاول قبلاتي انا باش نتفرج اخويا حمزه وبان ليا لا لين لاطاك ديال الراجا ما كاينينش راه اليوم الزراوني راه ماشي هذاك الزراوني اللي تنعرفو بغيتي تروا ماتش الزراوني ماشي يلاه دابا وموهوب لانه لي روبير انا نقول لك الزراوني لي روبير يمكن ديال انا شاش نتسنى حمزه ديال ليلي ولا ديال ليكسونتري ما تلفهم شويه لانه شحال من ماتش وحنا كنعتمدوا عليه كمهاجم صريح بالبدايه الشامبيونات تقريبا وهذاك البوست هو اللي اكسيلا فيه وهو اللي قلع فيه وما عندوش بعدك بوز ما عزيزش عليه داك البوز وليني راه هو اللي قلعتي فيه على كتوقع اللعاب ما كيكونش عزيز عليه بوست ولكن هو اللي كيقلع فيه كي تكون هذه
نورمالمون انا كتعجبني شي حاجه هي اللي كنقلع فيها، ولكن حتى سمعت وقالك لا انا قال حمزه كما قال وكما قال حمزه، ولكن هو واخا تيلعب في جناب تيكون احسن، هو قال فم ولكن هو عطى في لاطاك كتوقع تقدر تمشي معاك الكره علاش ولا حتى فاش كان كيلعب في لاطاك راه كان كيدير بارفو كان كيدير لا ريسيبسيون في جناب وكنا كنشوفوا دوك لي بيرميتاسيون ما بين هذاك لو تريانجل كامل كانوا يشدوا بثلاثه هما، ولكن المشكل هو انه فاش كيلعب في لاطاك كان كيتحرك بزاف كان موبيل يعني كتلقاه في البروفوندور كتلقاه شويه في لاطاك، دابا بحال لا صافي ولا في الباندا ولينا ما بقاش فعال، واش ولا بعيد على البوطو واش حاج ولا بعيد على البوطو يمكن ولا كيدير ديزيفور باش يوصل للبوطو اللي كيخلي اللي كيخليه ويفقد شويه الطراوه البدنيه ولا ديك لا لوسيديتي دوفون لو بوت مقارنه مع فاش كان كيلعب كمهاجم صريح، لانه بارفو كان كيركشيه هو ذكي بارفو كيعرف كيفاش يتعامل حتى مع طلب الكره كيخرج كبير كيطلب رجليه وكياخذها لكم مورا ظهره في رجليه مزيان عنده لي تير كيعرف يبلاصي دونك يمكن هو فاش كتلصقوا في الباندا ماشي ديك اللاعب اللي خصك تخليه ليه تلف لي روبير تلفهم وحتى فاش كان افيكاس دابايا حيت من اكثر اللاعبين استقرارا على المستوى الاداء وصرهوني كنا تنقولوها لحيت هاد لي 3 ديغني ماتش، ولاني هذاك الاستقرار وهذيك لا بيرفورمانس فين درتيها درتيها في لاطاك وخليك في لاطاك انت في بلاص زيمبا وترجع تحيد موهوب وترجع الزروني كما كان نبدا به وي وي في لاطاك وانا بالي غادي يبدا يلعب بهادلي مارك هذا من عياد ولكن خاصو يجيب لافور انا بالي ما واجدش باش يلعب من الاول ولكن اسمح لي واش تقول له ما هو تبارك الله عطانا اشارات ديال على انه مهاجم يستحق حمل قميص فريق الرجاء البيضاوي لانه ماركا لينا من نص فرصه ولقيتها اللي كانت الراجع محتاجه لواحد لاطاكون حاسم دخل قدر الغار الاولى جاب منها من الاول من الاول دار واحد لابيل دبار مشى التعامل ديالو التعامل ديال اللاعبين كيبان ولكن خلينا نقول حل شويه حمزه هي اللي شونج اللي بغيت نقول قلنا ما كملناش هو ديال دابا تشوف الراجع فين كانت محتاجه البيت ياك وسيرتو هذاك لاطاك ديال راه كون شي يكون ما توعدش موهوب راه ما كانش يخرج لا كان باين لا ما كانش غادي يخرج شكون يقول لك ما كانش هذاك بن عياد كاع ما كان غادي يدخل باش يكون معاه يكمل كان غادي يخرج شكون زرهوني ما عرفتش خص انا على حسب لي شونجمون اللي دار انا تفاجات تنقول او شو الراجا محتاجه لا طاح حنا داخلين في النوايا ديال المدربين دابا اسمع انا محتاج الراجا كانت محتاجه انها تماركي وتشوف تشوف لاطاك ديالك ناعسه ودرت شي شونجمون دخلتي خرج شي 2 مليون ودخلتي 2 مليون غادي قول لي بمن كنتي غتضحي واش بوزوق ولا بوغرين ولا بمن كنتي باغي تضحي انت كاكي مي كنتي باغي تخلي موهوب وتدخل معاه بقى ولكن انا شوف على حسب الطريقه اللي باش شفت المدرب باش فين توعت موهوب قال بن عياد نوض سخن باش نقول لك اللي كاين وبن عياد ولكن اسمع واخا كان تيسخن ما كانش غادي يخرج ما كانش غادي يخرجوا انا في الشاب بحالك كل ما توعت موهوب كان يكمل الماتش يعني هذيك الصدفه هذه ديال بن عياد خلاص صدفه على حسب لي شونجمون شي ديال المدرب لانه ولا غندوندو على لينيفيكاسيتي ديال خاص هذا المدرب ديما تيخرج ليك موالفين تيخرج ليك ديال الموهوب ماشي ديالو بوحدو حتى ديال بوزوق حتى هي اللي كاينه ولكن راه بزاف تروا اون فاس اخويا حمزه ديال لا بروميير ميتا اسمح لي بروميير ميتا بزاف حنا لا دوينا على لونسومبل ديال لي دو ديرني ماتش غنلقاو بان موهوب مازال موهوب ماركاك في ماتش ديال تطوان ولكن بوزوق باقي ما لقاش ديك ليفيكاسيتي اللي كانت عنده في الاول اليوم راه كانوا غيمشيو كثروا بوين مهمين كانوا غيبعدوك كيمشيو كثروا بوين اليوم كانوا غيبعدوك كانوا غادي يرجعوا للماتش دوميسي الماتش دوميسي ما ولا بغيت تلعب الشامبيون خصك تستافد من هاد الماتشات واخا كنعرفوا غياب الجمهور راه كانوا لي شانس خراب الاول ديال الماتش كانت 50 50 لانك راك لاعب بدون جمهور وسيرتو بيت الفريق قوي في الاول كنت حسبتي هو مشكل عنده عناصر قويه عنده مدرب مزيان كيدير نتائج قويه واخا باش بيان سور كل فرقه نعطيو حقها اسفي داروا ماتش كبير سيتو بريمير ميتا كان البيت عاوتاني نهضروا على ديك التحكيم اخويا نبيل راه ما تيشدوا لك والو اخويا راه ماشي في الماتش ديال الرجاء ولا الماتش راه كنت في الماتش ديال الرجاء ولا الماتش ديال ليفار دابا حنا نبغيو نسلسلو نقول ما كيبشدوا والو خاصنا نقولوا راه باينه اللقطه العالم راه العالم كامل نايض عليه الصداع بهذا لي زاربيط انتما تشدوا على الاداء ديال هذا الحكم الرداد واخا انا عندي تحفظ عليه هنايا ديما انا ولكن هذا الماتش كان مزيح ربح الرجاء لا خويا نبيل ماشي هكا عطيوني القرارات المؤثره اللي كان دارها الرداد
في هذا الماتش هذا واللي خدمات المصالح ديال الرجاء. لا ما انا كنقول لا بلاتي لا بلاتي لا انا ما كنسول على اي لقطه. هو دار ماتش مزيان هو الرد. راه البيت راه باينوا لكم راه بيت بان انا ورجعي على التحكيم. لا غدوي دوي على اللقطه ديال ودابا دخلني عليك بالله داك الخط اللي دايرين او شي اللي ما خداش فيها حمراء اللي تدخل على خفيفي لا قلتي فيها حمراء حمزه هذيك واخا واش فيها ما فيهاش حمراء لا قريبه للحمراء لا داك في الكاري الصغير بغى يضرب لاخر جاي باش يحيد لابال مشات لي رجلي عادي الخيبي يكون ما جاليش ما نجروش شويه ولكن ماشي راه ترجع لك الصواب ديال لي فار ما ياخذش حمراء حتى هو. حنا خلينا دابا وعلاش قلتينا تهضروا على التحكيم خليني دابا انا في هذا الرداد هذا اللي دابا انا شوف انا الرداد بلاتي انا الرداد حيت كندويو دابا بالسميه انا شي الرداد لغناخذوا على الكره ديال العميرات اللي مشى ليها بالراس وما بغاش يحبس اللعب وتيقول لها بحال بحال هكا وعرض الحياه ديال اللاعب الخطر. الله يشافيه الله يشافيه راه هذه غير مؤثره. الله يشافيه رجع لي اللي مؤثر على الكره هذه. لا رجع لي داكشي مؤثر. الله يشافيه الله يحفظه. قول لي شنو هو المؤثر. لا سير لي المؤثر يا حمزه تمشي لي اللقطه ما فيها والو ما فيها لا بيت لا بيلاتي لا والو. شنو هو المؤثر؟ مؤثر كدوي على البيت ما فيه ارجو نبيل واش كل سيمانه تقول لي اورجو؟ اش بغيتي نقول لك انا وصل الكاميرا كتبين اورجو بغيتي انا نقول لك لا راه مقاد معاه ماشي اورجو. يا فين هضرتي لينا هذا فين قلنا لك التحكيم قلت لك عاوتاني نهضروا على التحكيم راه هما راه هما راه ما تيبينوا لك والو. وانت ما عندك لا تقنيات الخط ما عندك تسجيل مزيان واعاده تعاود مره واحده وتطلب مني انايا اعاده تعاود مره واحده هذا تفرج الناس راه تعاود خمسه سته المرات ولا شنو عندنا طرواضيف عينيه ولا شنو بغيتيني نقول لك انا نبي وصل الناس ديال الفار بينوها بان اورجو بغيتي انا نجي نقول لك لا ما فيهاش اورجو. الناس ديال الفار بينات بان اللقطه ديال البينالتي ديال الفار فيها بينالتي نجي انا ونقول لك لا راه حقا من واحد لونغل راه ما بانتش فيها بينالتي. والله يهديكم الدراري مابقاش عارف ولكن بلاتي يا حمزه دابا تا ندخل معاك انا في الماتش ديال الفار نيت فين شفتي البينالتي في الاول قلتي لي ما فيهاش مش قاعد وين على داك الـ ما فيهاش قاعد وين لونغ لي مور الشبكه ما فيهاش اول اعاده بانت ما فيهاش اللي ما بقاتش بانت هي واش هي هذيك ياك هي هذيك هي هذيك ياك اول اعاده بانت كاملين لا رياكسيون ديالنا شنو هي ما فيهاش ومن بعد فاش خدينا داك لونغ الاخر كلشي قال بانه راه بينالتي لونغ الاقرب الاحسن ماشي هكاك ماشي هذا هو السؤال هو علاش ما عطيتيش لاربيتر كاع لي زونغل باش يشوف على خاطرو باش يشوف على خاطرو وعلاش عطيتيه داك البلون بوحدو انا نتفق معاك لا دويتي على هادي وديال مورا الشبكه كيبين حزن حيت كيبين هكا اون فاس. شوف انا هادشي هو اللي نقول لك شي حاجه اخرى ما غنقولهاش لك اخويا نبيل وهاد الفرق اللي كدوي عليهم لا لي فار لا الرجاء وكيربحوا باقناع وكيربحوا بالكره وي وكيخنقوا الفراقي وعندهم احسن لعابه في المغرب والارقام ديالهم هي اللي كدوي عليهم ما فهمتش انا اش من اخطاء تحكيميه دوك يستافدوا منها هاد الجوج هادو قول لي حيت انا نشرح لك اخويا حمزه واحد الحاجه ما كنديرش باش ندافع على شي فرقه ولا باش نعطاكي شي فرقه غير هو هنا ما يمكنش نجيو الويده الدرات واخا ندوع الويداد مسكينه الرجاء الدرات مسكينه وملي تضرر نبيل مثلا تطوان ولا اسفي ولا طنجه دابا انت بانتك اسفي تضررات انا هذاك شنو سولني راي ديال الشخص واخا ما بغيتش نقولو انا غنقول لك بان كيبانوا لي اللعابه بجوجهم اليني مي تقنيه الخط ما كنثقش فيها وتقنيه الخط هي تقدر تفصل انا دور راي ديالي هذاك الخط اللي داروا اللي شفناه قد ما خط ما والو ما خط ما تلعبه علاش قلت لك انا بلا ما تهضر لي على التحكيم انايا هما كيبانوا اليني مي كاين واحد لو ديتاي صغير ولا غادي يفصل هذاك لو ديتاي باش نفصلوا فيه ما عندناش التقنيه ديالو لا تكنيك ما كايناش وانت ما عندكش هذيك لا تكنيك علاش وكتتهموا لي زاربيتر لاربيتر قلنا ضحيه ديال هاد لا تكنيك علاش ضحيه ديال هاد لا تكنولوجي لا نشرح لك بطريقه اخرى علاش ملي كتكون لاكسيو 50 50 يعني ما عرفنا واش ديال فلان ولا ديال فلان علاش دائما كنرشحوا الكفه ديك الفرقه الكبيره لا هذه هضره اخرى اخويا نبي انت انا بغيت نفهم لا هذه هضره اخرى لا ما تقولش لي علاش كنرشحوا الكفه الكبيره ملي ما بيناش مثلا في اللقطه ديال لي فار ملي هذيك اللقطه ما بيناش علاش عطينا بيناتي لي فار وما رشحناش بان ما كاينش بيناتي واش فهمتيني فاش كندوي يا حمزه ولينا راه فيها بيناتي وصافي فيها بيناتي
الطريقه الثانيه بانت فيها بينالتي بينالتي ودوينا على الرجوك وبلا الركبه حتى هي زايده مقمقمه انكليني دايرها شوف البوزيسيون ديال لو كور ديال المقدم وشرحناها بطريقه علميه كاع كاملين شفنا البوزيسيون ديال لو كور هما تيبانو مقدقد مقاد ديالو ولكن الركبه ولكن كاين واحد مفليشي الركبه ديالو دايرها والاخر رجليه طوندو دايرها بحال هكا يمكن حنايا شفنا بانه في هذيك لابارتي الليمونيه شفنا بان الركبه زايده تما ولكن فيه تيتبان مع كيما قلتي يا خويا نبيل واش حنا غنعرفوا احسن من هذوك اللي باركين تما دايرين هذاك الخط اخويا نبيل وما عرفتش كان ما دايرينوش مزيان هذاك الخط حتى هو اللي عاجبك الخط دابا ولا لي زاربي لي زاربيتر خط خايب هذاك لي زاربيتر ضحيه ديال هاد لا تكنولوجي اللي مازال ما عندناش ورجعوا للسلطه التقديريه رجعوا للحكم شو واش قال لي راسو ونولوا في المشاكل عاوتاني لا نتحاسبوا مع الحكم ديك الساعه دابا حيت دابا دابا كلشي كيدور للتقنيه درنا ان با فيغ لافون ثم بغا يتردونا ثلاثه اللور عاوتاني حيت باش نمشي نشنق على التقنيه مشى التقنيه نشرح نشنق عليها نقول علاش درتي بغيتي الفار كله يخدم بجميع التفاصيل ديالو وجميع الحيثيات ديالو فواحد التيران باقي ما واجدش نحيدوا داكشي حتى هو الناس عندهم باش نعاونوا به الناس ماشي واجدين الناس هما نعاونوا به بلانتيات كنشوف كنفاليديو فيه بيوتا الناس عندهم كلشي ديفوت كيعاون التحكيم هما الناس عندهم كلشي ناخذوا هما ولكن عندنا كيلكو بروبليم فواحد لا تكنولوجي مازال ما عندناش هما الناس عندهم تكنولوجي احسن منا كاع تفرجتي في الماتش ديال مدريد البارح غتقول لي حتى هو هذاك صفر صفر ها صفر وتخلي هذاك لوكازيو ما تخليهاش خص تبدل القانون ها بدل القانون كيفاش هو القانون يتبدل بدل القانوان بحال هذا خرج قانون اخر خرج قانون بحال ديال الباسكت وانا اللي تنعرف انا خرج قانون بحال ديال الباسكت ولا تتكون انا كره في هذا الدونجي تخلي ولا خرج قانون ولا قول بانه الاربيت ما عنده الحق حتى يصفر حتى تكون الكره في الادفيرس دابا العطيب دابا العطيب تخرج كره ولا تخرج كره خصك تبدل القانون دابا شنو اللي كنعرفوا حنايا شنو اللي فالابل شنو اللي فالابل الا كانت الكره باقا ما ميتش محسوبه ما يصفرش شنو هي اللي فالابل دون ان ماتش دو فوتبول هو السيفله ديال الاربيت ورا ما صفرش في الاول هذه كره هذه ماشي باسكيت ولا هوند ولا هذه كره دابا كون وقعت هاد بغيتو تدو على هذا الشيء بدلوا القانون دابا هاد اللقطه كون وقعت الراجا غتقول هاد الهضره معلوم راه قانون كره كتهلل لا قانون لا والله غادي نطالب بتغيير القانون واش الاربيت ما كانش عنده الحق واش عمرك شي اربيت هو اللي لعب باغي سونطري هو كيصفر عمرك شتي صفر صفر واش بلاتي حتى باش عرف واش الاربيت كان عارف بان هذيك غادي تماركه هو حيدها له ما كاينش شي اربيت كيصفر في سونطراج في الكاري وكاين دي زاربيتر اللي وكان كان املا من حيت اون كومبار با لا كومبارابل باش ما نمشيوش بال لا ليغا البطوله ديالنا راه لي فار في الاخر ديال لا بريمير ميتون ديالهم كان كورنير ديالهم ما خلاش الاربيت كاع يلعبوا علاش ما تقولوش لهذاك الاربيت علاش ما خليتيش لي فار تلعب هذاك كورنير ماشي سونطراج هذيك ملعوبه انا متفق معاك اخويا ني ولا انت علمتي على كورنير ومشاو اللعابه يلا غيلعبوه ويقولوا عاوتاني لا بلاتي سالينا واخ رجعوا للرجاء الرجاء والرجاء في لا دوزيام ميتون كان تحكم كبير في مجريات اللقاء افيك ان بلوك بريسك با ديال 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 اولمبيك اسفي الرجاء تحكمات بالطول وبالعرض في لا دوزيام ميتون ولكن ماشي الراجا ماشي ديك الراجا اللي هنا يهللنا بها وقلنا كتلعب كره واعره ماشي هادي اللي شفت دابا كنت ماركا وهذوك البيوت كاع ما تقول هادشي لا 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 ضيعوا فرص بزاف ولكن كانوا يندموا عليهم معايا كنت ماركا ديال موهوب وتماركا ديال البوزوق وتماركا ديال البوزوق الثانيه راه غتشوف فيستيفال تمايا دابا داك ستيل دو جو اللي شفنا وغتبدا تجي هنا وغتبدا تقول الرجاء قويه الرجاء واعره على المستوى الهجومي وعلى مستوى التحكم لا خويا لا 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 ما كاينش هادشي نهار برشيد ربحوا بواحد الزيرو ولعبوا مزيان قلنا لعبوا مزيان وزقلوا بزاف وهللنا بالرجاء حتى دابا لعبوا بواحد الزيرو حيت البريمير ميتو لا 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 ما كانوش اون فور الرجاء بحال كانوا اون فور نهار برشيد وربحوا بواحد الزيرو حيت كانوا اون فور وبرشيد اقل من اسفي كانوا اون فور طيله 90 دقيقه انا متفق معاك الرجاء دازو 45 دقيقه الاولى اكوتي ما شفناش الراجل اللي مولفين تنشوفوها انا متفق معاك فيها يعني لا على المستوى الهجومي ما كانت لا نجاعه لا على المستوى الهجومي كانت الحلول غايبه في الميليو تيران كان حتى داك لو ديفلوبمون ديال اللعب عرف كيفاش السي زكريا عبوب ولا السي السراج عرفوا كيفاش يحبسوا يحبسوا وقدروا يخلقوا خطر كبير مورا ديفونسور ديال الرجاء واخا واخا دوي على الرجاء ولكن من بعد في لا دوزيام ميتون الوجه ديال اولمبيك اسفي حتى هو تبدل
راه الخصم حتى هو ما شكلش واحد الخطوره كبيره على الرجاء في لا دوزيام ميطون في كيلكز اكسيون قبلوا اللعب صغار استقبلوا اللعب بزاف واخا والرجاء هذيك العاده هذيك ديك التضييع المهول ديال الفرص هو اللي خلاك تقول بان الرجاء ما لعبتش مزيان كتقول بان لك بان الرجاء ما لعبتش مزيان والرجاء راه لعبت مزيان واخا في تضييع فرص موهوب دوينا عليه كريتيكينا شويه شجعنا بغينا الدري انه يقلع ولكن واش الرجاء تلعب موهوب كافا سونتر دابا كدوي على الرجاء ديما الرجاء كنقول لك من الزحاله هذه الرجاء مازال خاصه اتاكو باقي شي اتاكو ديال الرجاء باقي ما كاينش بحال مالونغو فباقي ما كاينش بغيتينا نجيب ولا وعلاش نقول لك باقي اتاكو خاص الرجاء ما عندهاش اتاكو دابا هضرتي على موهوب اصبر عليه اخويا حمزه راني صابر عليه وغنصبر عليه لانه داير ريجون وعندو لي كاليتي كيوصل شي فحال الكواري ديال اليوم ماشي تنحاربو اسمع شي فحال الكواري ديال اليوم تقدر ما تدير فيها لا شامبيون لا والو متفق معاك كيك متفق معاك راه ضيعك شي ضيعك في شامبيون في الماتش ديال لي فار ولينا هاد الهضره ديال ضيعك في شامبيون ما تحملش نقولها لا يقدر يضيعك في شامبيون باقا منافسه كاينه نقطه مع ماتش ماتش روتار ديال لي فار اللي هو 4 عاد اللي كيسحبوا بان الشامبيون تحسمات راه ما تيفهم والو ولكن كنت كاملين اللي لاعبين في المقدمه كلهم مازال عندهم ماتش صعب كنت عادتي يا حمزه اليوم كانت غتصعب عليك المهمه كانت غتصعب المهم وعلاش نقول علاش انا قلت لك اتاكو ديال الراج راه فحال الكورة راه هو عندك اتاكو نفسك دخل واحد اتاكو لنفسك وانت قلتي هو خاصك تصبر عليها حمزه ماشي ما موجودش ما موجودش كيبان لي ودابا دابا الراج بقاو نتسناو لا اتاكو انا تيكون تيوجد عا باش نلعبوه راه خاص تجيبو موجود الراج الراج هذيك اصاحبي راه المشاكل عارف راه المشاكل اللي كانت عند الراجا واش الراجا عندها دابا ما عندهاش الاستطاعه باش تجيب لك واحد المهاجم قوي بحال مالونغو بواحد 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 القيمه ماليه راجل كعارف مشاو جابوا لك لعاب بريتي من ترجي وبليسي بليسي وتسنينا حتى جاب الفورمه وفاش دخل احتاجته الفرقه كانت تبارك الله حاسين لقيناه وليني ملي جينا ندويو مع بعضياتنا كي جانا لاطاكون داكشي مازال خاصو الوقت من الجريه ديالو من التحركات ديالو ويلا رجاء من لا فيزيونومي ديالو كنقولوا يمكن راه هاز البوا اسمحوا لي واحد الحاجه اليوم راه خصنا نجيو نتفقوا كاملين نريحوا نتفقوا باش مابقاوش ندويو عليها الى حين ان الوداد الراجا البعبعات ديال لافريك وديال المغرب في الكره راه مابقاوش قادرين يجيبوا لعابه واجدين سميات هادي صافي خصنا نحيدوها في البطوله كديهم لي فارو بركان وفي لافريك راه كاين الاهلي موراها الترجي موراها الزمالك وعلاش زعما حنا ما نجيبوش هادشي اللي كيبقاش فلوس اه الوداد الراجا ما عندوش فلوس نكذبوا ما عندوش فلوس كاينش فلوس الراجا كانت كتعيش هادشي من دابا واحد 8 سنين ولا 7 سنين وكانت كديباني وكدي تيترات مابقاش داكشي مابقاش وعلاش دابا علاش واش دابا ما كايناش مجموعه اللي تبني عليها كاع نقولوا حنايا دابا واش كتبان لك الراجا ما قري اه مجموعه ولكن كما قال لك كاين خصهم اتاكو دو فالور حتى الراجا ما كتبانش لك عندها حوضه باش ما عندهاش حوضه اتاكو دو فالور خصو فلوس خليني خاصهم خاصهم اتاكو خاصهم ميليو ديفونسيف واش ما كتبانش لكم الراجا عندها حوضه باش دي لقب هذا الموسم ديال البطوله انا قلت لك باقي اللعب انا قلت لك الحلقه اللي فاتت وانتم ما كاين والو بحال صافي بحال الامور تحسمات زولنا لي فار حسمات بواحد 99% بهذا الشكل باش غاده وهذا وي لا نمشي معاك في الطريقه اللي قلتي نتايا بهذا الشكل اللي غاده فيه لي فار وليني الا رجعتي للهضره اللي قلت لك هو ان الفراقي كاملين كاملين اللي كاينين في المقدمه مازال تابعينهم ماتشات صعاب بزاف حتى حاجه ما تحسمات هاد الهضره ما كتدخلش ليا راسي لي فار داتا اسمح لي ما فطرت لك قلبك ولكن راه لي فار حقك اخويا انا نقول لك باقي اللعب اخويا انا نقدر نقول لك بلاش ولا دات لي فار راه ميريتيك شي اللي ما داتش اللي ما داتش لي فار هذا العام ولا حتى حسن اللحيه وحق الله العظيم اخويا ولا دات الراجل انا وياك نديرو انا وياك نديرو انا وياك خطار اللي يحسن فيه اللي علاش انت اللي باغي تحسن لحيتك علاش تدخلني معاك انا في هذا الخطر دير معايا بصح شوف 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 لا نبيل انا شوف نقدر نقول لك 90% لي فار و 10% الراس تقدر ديها خص باقي اللعب باقي شحال باقي 8 الماتشات ولا 9 وانت دابا ما قلتيش باقي اللعب 90% و 10% راه ما باقي لا لعب لا والو لا ما فهمتيش دابا يعني 90% يعني لو غتعطي تقول 60 40 وي نمشي 60 40 زير شوف بحال الناس داخل ديك الكاميرات شنو 60 40 ترى كاينه 4 نقاط اللي ربحوا لي فار ماتش ديالهم روبورتيو ضد من بركان الماتش ماشي ساهل هذا اختبار حقيقي اللي فار
من بعد هذا الماتش هذا ويتقادوا دار لا ميزاجور هذيك الساعه خويا نبيل عاد دوي على لي شانس اجي ولا ربحوا بركان مي دابا ما عندكش الحق دوي على لي شانس اخويا نبيل بعد مازال ما دارتش لا ميزاجور الوداد تلعب لي ماتش ديالها وبركان تلعب لي ماتش ديالها ولي فار تلعب لي ماتش ديالها وكل شيء ونتقادوا ديك الساعه تعرف اكي طير اخويا مزيانين مزيانين اللي ما تيقولش راه مزيانين ما تيفهمش وعندهم جراقي عنده بلعابة ولكن باقي اللعب باقي اللعب اولي ما نطيحش لك في هذاك الفخ عارف كان فين بغيت تمشي انت تتبروفوكي فيها من الصباح عارف كان تتبروفوكي فيها من الصباح واجي يقول يا علي فال يا دي اخوة لا هو الشي اللي كي ويستاهل ولا الدام وتم ويستاهل هذا الشي اللي بغيت نقول لكم الدراري شو اللي فار اللي فار بقوة زعما صراحة برافو فرقة فرقة قاصحة فرقة عارف اش باغي عارف اش باغا لي طادي سبري اللي كيلعبوا به شتي شتي الطريقه فاش كيماركيو اللعابه كيفاش كيحتفلوا كيبانوا بحال واحد العائله فرقه عندها شخصيه البطل كاين جروب كاين جروب الدراري موتيفي كيبان بان الاوضاع كلها مزيانه كيبان لك بان ما كاينش مشاكل عكس الرجاء باش يكونوا واقعيين من غير الكره ترى الرجاء غدا مزيان كاين لاسبي اش بالك فالرئيس راه كما كيتشاف المغرب حمزه كتقول لي خلي هذاك موضوع بوحدو موضوع بوحدو ما تدوش فيه لا حتى باش بغيت دوي فيه خصنا ندوي فيه بتعمق اخويا نبيل ماشي تقول لي رئيس تعمق انا ما عنديش معطيات اللي نعطيه الرئيس بعيد لا ما عنديش الرئيس مريض الله يشافي حتى لدابا باقيين تيقولوا الرئيس مريض الله يشافي الله يشافي وما حقناش اخويا نبيل نقولوا شي حوايج اخرى الله يشافي هذاك التهريج الخاوي ما تنحملوش هو هو الطب في بلادنا راه متقدم بزاف عرفت اخويا وحق الله العظيم راه يقدر يجي ويداو هنا شنو اكبر نقطة قوة ديال اللي فارا حمزة العام كيبانو كاملين هنا المدرب ديالهم مدرب فيك تيف مدرب لا فيك تيف كلهم كل شيء لا انا معاه يمكن فيك تيف يمكن انا سولتيني زي ما عطيتيني كلمة سر ياك لا كلمة السر ديال اللي فارا والمدرب عارف اش باغي مدرب اخر ما يديرش ما داك اللي فيك تيف يدير الشرعي يدير معاهم الله يجي يدير معاهم اي واحد يقدر ينجح في ليفار ولكن على حساب الفيكتيف لا في حاله الفيكتيف اي واحد يقدر ينجح مع ليفار استقرار اجواء كل شيء يقدر ينجح ليفار ديما كدوز ديزيفيكتيف واعرين لا شي شويه العام حسن هذا العام حسن وهضرتي عليهم حتى انت اخويا حمزه قلتي لي فيكتيف شكون شكون العام كانوا الشامبيون ديال المغرب شكون قبح ليفار هذا ليفار ولا ليفار ديال 2005 لا 2008 لا عاوتاني كولا جينيراسيون راه المشكل راه الفار ديال 2012 2013 واعرين بزاف كاع الله يرحم لك الوالدين يا حمزه بزاف الله يحفظك يا حمزه والله حتى بزاف والله الحسن ديال 2005 وي ديال اجدو ديال السراج وديال لا ما ديال وادو كندوي عليه ديال الله وي قدي وي كل حاجه قلت لك انا كولا جينيراسيون كولا جينيراسيون ديال الاخر شكون اللي كان فيه جبد اش كان فيه السعيدي وشاكير والبقالي والمراني فرقة حمال. فرقة وكم يوصلوا شامبيون قديوي والعقال شحال داو شامبيون ولا ما دويناش حنا شحال داو شامبيون انت دابا كدوي على جينيراسيون قلت لك راه باش نرجع للهضره ديال سعيد صحيح حدد شوب شحال داو شامبيون على الهضره ديال سعيد قال لك اي واحد غادي يدي شامبيون بلا فار علاش علاش بنيتي هذه الهضره واش على حساب ليفيكتيف اللي كاين دابا ولا غيخليك دي شامبيون على فار بلا مدرب وعلاش قلت لك كيفاش بلا مدرب انت قلت لي اي مدرب ينجح بهذا الفيكتيف اللي كاين في ليفار دابا هو قال لك ها هو 2012 علاش كتحيدوا الميريت للمدرب وحنا دابا حنا شوف حنا ماشي تنقولوا للمدرب زعما ناقص هذا ديال ليف مدرب مزيان راه كتحيدوا ليه ملي كتقولوا اي مدرب ينجح في ليفار قال لك دابا علاش ما ينجحش حمزه ترى انت دابا تشي مدرب في ليفار دي شامبيون بهذاك الفيكتيف اللي عندك ناك الله سي سعيد ناك الله علاش ناك الله ناك الله سي سعيد انا ما ديتش الشامبيون انت بهذا اللعاب الفيكتيف اللي عندك انا ما ندويش عليه انا اخويا سعيد انا ما تحمرني تخدم كثير انا اخويا سعيد تقول لي انا بسمع كامل المدرب انت اخويا سير تما انا نمشي ندي شامبيون انت بهذوك اللعاب ندي شامبيون والله يديك اخويا سعيد ماشي بحال هكا اخويا نسويون ريزونابل شويه راه المدرب كيدير راه ماتشات صعاب ولا ماتش عنده ولا ماتش عنده خصوصيات ديالو ولكن جيستيون دي جروب لا جيستيون واش اجي وادير نتائج بفرقه كبيره ونافس فرق اللي كبيره بحال الوداد والرجاء وبركان
وتفوق عليهم. دوزت الكره تقدروا مالكم الدراري، نتوما عندكم دبلومات ديالكم وكره كبيره ومنتخب وكل شيء. خاصك البراكتيس. والله الا انا ما متفقش معاك، والله ما متفق معاك اخويا حمزه. والبراكتيس تحقروش ريوسكم بالعكس. والله الا هما ما حاقرينش راسنا، حنا واجدين. خصك تخدم، خصك تخرج تبين البنادم هاد الهضره هادي اللي كتقول فيها دابا هنا. اه انا معاك وي. اها و تي بونس كو انا دابا عندي لي كومبيتونس ولا باش التدريبيه باش نشد فرقه من حجم ليفار؟ لا ولكن هنا لي كومبيتونس باش نبدا. واش لي اي مدرب ينجح بليفار حيت عنده هاد ليفيكتيف؟ هادي ليفار ديما كان عندها ايفيكتيف واعر، ديما ليفار كيلعبوا فيها اللعاب الواعرين. ما تقولوش لي المدرب هو كلمه السر فهاد النجاح، ماشي هو كلمه السر الوحيده. ولهني لدويتي معايا غنقول لك الاداره ديالو للمباريات اداره قويه، لا في الاختيارات لا في طريق لا في القراءه ديالو للمباريات، كيفاش كيبدل المجرى ديال المباريات، كيفاش كي رايك انت هذا صافي حنا ناقشنا رايك هو رايك. قال لك ليفيكتيف. لا لا قلت ليفيكتيف اللي عند ليفار دابا يخطر اي مدرب ينجح معاهم عادي. اي مدرب يتمنى يكون عنده هذاك ليفيكتيف، ولهني واش غينجح معاهم ولا لا ما عندناش غارونتي. رايو حمزه علاش هو قال لك هو قال لك هو يشدو ديبي شامبيون علاش اخوتي بصحته. انا عندي حمودان وعندي حريمات وعارف الدراري اللي كيلعبوا، انا نمشي دابا يحيدوا هذا المدرب ديالي ونمشي نشدو من دي شامبيون ان شاء الله. الله يسهل عليك اللهم امين. علاش دابا دابا حتى دابا 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 يقول لي اربعه خمسه الماتشات ولا سته اللي بقاو يقول لي يبقى ريح حداه يطلع هو الفوق ودي شامبيون هذا اللي حدا القامره تما يعلقوك. اش يعلقون؟ عجري في الديتياج والله تدي يعلقوك حدا المحطه والله تدي. عرفتي علاش؟ عارف الدراري اللي تيلعبوا عارفهم كاملين شناهو، ما تقول لهم ديروا لعبكم صافي راه تيخفيكم اسيدي. هذاك الشيء اللي قرا يجي فينا صافي. شوف انا شوف دابا حنا تنضحكوا وداك الشيء، ولكن رولا اي مدرب تحطوا في الفار دابا بعد لي فيكتيف والاستقرار اللي عندهم وداك الشيء يقدر ينجح. واخا غندوف واحد النقطه مهمه، واحد النقطه مهمه لان كدوا على الراجو لي فار قلناها من النقاط المهمه اللي عند لي فار الجمهور. وي واخا التيران مشكرف بيان سو حنا ما نبقاوش ندويو على التيرانات لان فتره اصلاح، وبيان سو خصنا نوقفوا مع بلادنا وهي كتوجد واحد معالم، وكنتمناو حنا اللي غندويو عليه واللي غنتسناو هو لو برودوي فينال ملي غنجي نطلع على محمد الخميس. خاصو يبان ليا فيه التغيير. خاصو يبان ليا التغيير اللي دار، ماشي التغيير، التغيير غيكون بغيت تيران تفائلوا خيرا تجدوا. اما حنا مع انا نتكرفصوا ماشي مشكل، اللعابه مساكه كيتكرفصوا وكلشي كيتكرفص ماشي مشكل. كنصبروا غير هو هاد القرارات ديال الرجاء ربعات الماتش بلا جمهور. طلال توقف عام. ما فهمتش واش لا بغيتي تدوي على القرار ديال الرجاء؟ انا كنا دوينا عليه، دوينا عليه وكنا كنتسناو هذه العقوبه وقلنا راه شو دوينا وغير منطقيه بالنسبه لي انا اخويا نبي، غير منطقيه. انا معاك انا في هذه، لانه انا دابا والله ما انا دابا معاك غير منطقيه. وحتى لا لا سسبونسيون ديال طلال حتى هي ما عندي ما نقول فيها، ولكن انا سمعت لا ديكلاراسيون ديال طلال. والله ما انا والله ما بان لي، انا ندوي على راسي سمعت والله ما بان لي ديك لا ديكلاراسيون شي تهجم ولا شي ولا شي تشهير ولا شي قذف. يمكن كان انتقاد، يمكن كان انتقاد بواحد الطريقه شويه اللي فيولونت، فهمتيني؟ لا قاصحه شويه أشو. كانت اشو فهمتيني. والناس هادشي اللي بغيت نقول لك اخويا، راه حتى الناس اللي كيكونوا كيصنعوا القرار خص الناس ديال الكره فوالا يفهموا، الناس ديال الكره يفهموا بان هذيك ديكلاراسيون اشو. شنو هو التيران؟ التيران كتكون باقي، وشفناها حتى من لا رياكسيون ديال الهلال مسكين الهلال. دابا هو غير تضرب يمكن سي نورمال، غير تضرب ياك ولا غير تضرب هلال. هلال مسكين انا تنقول لك هلال، انا ماشي باش ندافع على هلال، هلال راه لي كاليتي ديالو ولا النتائج ديالو ولا المسار ديالو اللي كيدافع عليه كمدرب جيد، ولكن يمكن ما قدرش يتقبل ديك الـ 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 كيفاش جا البيوت حتى الطريقه باش باش كيفاش خسر الماتش. شوفوا راه اي واحد يتقلق. يمكن هذاك الشيء هو اللي خلى هلال ينفعل بهذيك الطريقه. مي انا كنعرف كتعرف سعيد هلال تعطينيش معاه الله يعمر دار الاخلاق ديالو مربي كنعرفوش بيرسونيل. لا مربي تزنا معاه حنا في الرجاء فهمتيني، وتسمع في تماره كمدرب ديالي ناس تخوي فهمتيني
ودماغه متفتح لواحد الدرجه كنتمنى واخا انا عارف بان غيتضرب للاسف في لو بوين ديال طلال كنعرف طلال انسان اللي اصلا المهمه ديالو المسؤوليه ديالو اللي عنده في الوداد هي الناطق الرسمي يعني السيد اللي كيتحدث باسم الوداد يعني بحقه انه يخرج ويدافع على الوداد كنظن هذه متفقين عليها هذا يدافع على الوداد واخا الوداد محتاج شي واحد يدافع عليه لان الوداد كبيره الوداد تخلقات هي باش تدافع على المغرب فهمتي حيت كاين شي واحد الناس كيشدوا ميكرو قوا ويقولوا راه كندافعوا وداك الشيء علاش عام عرفتي شنو هو عام اش وقع في هذا العام هي العقوبات شويه جائره واش ضرب شي واحد واش كتشير واش كريسي بلي اللي كيدير شي حاجه كنشيروا على الابراهيمي مسكين عامين حتى هو يشير ابراهيمي عامين نمشي معاك بعيد واخا حنا ما كنشجعوش على هذا الشيء عافاكم صدروا علينا ما كنشجعوش على هذا الشيء غير هو الابراهيمي تلاقى مع سميتو زكريا ياك الهبطي تناقرو علاش عامين اوكي كاين العقوبه اعطيه شي غرامه واحد ثلاثه الماتشات ولا خمسه الماتشات بين التيران بغيت نسولك علاش عامين بزاف عامين واش ضربو واش ديري تيليفون واش نسولكم اخوتي واش هذاك الشيء اللي دار رونالدو في السعوديه كون داروا عندنا هنا في المغرب مشكل اعدام كره وقفوا افك والله الا هذا شيرو به والله هذا واحد اعدام جديد ها هذا شيرو به على كل عم عطاو ماتش وغرامه اغرم ليه ياكل اللي كجبوا الغرامه ديال الغرامه ديال هذوك راه ماشي بحال ديال انا انا تيعطوك 1000 درهم غرامه وجي يحكموا لك بعامين ثلاث سنين اللي راه غرامه ما تيعطوك ماتش ولا كيتخلص الملاير سي با نورمال اخويا كيك انا سمعت مره وجوج شنو كاين ما كاينش اتهام ما كاينش قذف ما كاينش تشير على حسب انا شنو سمعت زعما سمحوا لي هو حنا ولينا انا معاه بان كان واحد شويه ديال العفويه واحد شويه ديال قال معصب قال معصب هو دابا المشكل فين كاين دابا حتى داك اللي كيبغي يخرج الحكم ويسمح لي كيدخل في النوايا ديال عباد الله مي كيسمع واحد ديكلاراسيون تيقول لك لا راه كنتي باغي تقول واحد الحاجه اخرى لا تيقول شي عوجه لا انت راه كنتي باغي تقول انت ما قلتيش دابا بار اكزومبل مي غادي يجي سي طلال باش يديروا راه ضروري ما غيكون داز على الكونساي ديسيبليني كيدير لك اللجنه الاخلاقيات وخذ بهضرته علاش علاش تاخذ داكشي اللي فهمتي انت برافو عليك ماشي غير في لوكا ديال طلال بزاف معاك فهمتك فهمتك دونك نتمنى زعما من هاد ما يبقاوش يشيروا باش تشيروا الكره هادي راه كيهمنا البرودوي ديالنا والراجا ربعة الماتشات الراجا ما عرفتش السيمانه اللي فاتت كانت لعبه بيلباو الجمهور ديال بيلباو دار روينه برا التيران روينه برا التيران شتو مشجيع ضربوه في راسو مشى الاتحاد الاسباني ما تدخلش لان الامور عند الامن سهل عليك حيت برا التيران عند الامن ما كتشجعوش على هذا الشيء يا ربي فهموا الناس بان حيت كاين واحد الطبقه كتجي واه انتوما كتشجعوا على هذا الشيء انتوما بغيتوا لا حنا كل واحد ياخذ المسؤوليه ديالو الامن ديالنا قاد بشغله هادو كنشدو عاقب هذاك اللي في التيران صافي هادو كنشدو من الامر ما كنظنش بان انا غنقول لهم شنو يديروا هادوك الناس اللي غيحكموا على هادوك اللي تشدوا ماشي انا اللي غنقول لهم شنو يدير تبارك الله الامن ديالنا حنا راه كتخرج الزنقه الربعه ديال الصباح جا التليفون كتهضر فيه الحمد لله من غير كاين دي زيكسيبسيون بيان سور ولكن راه نقول مره اخرى الهضره ديال البرزوق داك النهار انا كنشجع تشيلسي ولا انا كاين في الانجليز مخلصوا واحد خمسه لبسوا التوني ديال تشيلسي ويمشيو بداو يحركوا وانا ما حاملش تشيلسي وانا ما حاملش تشيلسي باش ما نقولوش فرقه اخرى ولا شيء صافي نعاقب تشيلسي ما تبقاش صافي وانا كنشجع المان ومضرب معاهم على الشامبيون انا ديت شامبيون حيت هما ما بغيتخوش لهم ولا كانت النيه بحال هكا الا كان شي حاجه بحال هكا تقدر تكون هكا كاع تقدر تكون هكا ما كتهمو حتى واحد ما تقدر هادو فرضيات هادو من حدهم كاينين يعني خصني نتعامل معاهم والتيران كاين الباش كاين الناس كنعرفوهم لينوايو هذا هما اللي مسؤولين على الباش الجمهور الجمهور ذاك الباش كيشير حيد الكراسه ضرب بنادم قرعه اللعيبه نضربوا على راس ياك ولا لا حتى ذاك داخل التيران ماشي ماشي في داخل التيران ولا برا التيران فهمتيني غير هو القرار غير منطقي اخويا سعيد غير منطقي ما عندوش ما كاينش لوجيك
هاد لا ديسيجن اللي خدات هاد لا كوميسيون دوماج بحال الراجا دابا لابع على الشامبيون وتحيد لها الجمهور ديالها عاوتاني الله تصعيب وفي تيرجع راه تيعطي واحد اجواء عاوتاني شفتي لا اللعابه اللي تموتيفا ولا دابا تحيد راه عاونوا الماتش في الماتش ديال في الماتش ديال الماس تعاونوا الدراري في الماتش ديال الماس وتموتيفاو لانه انا سوا سيغ كما كانوش الجمهور في الماتش ديال الماس كان غادي يكون الماتش صعيب على الرجاء بزاف عاونوا وي وباش نوضحوا هنا الدوي على الرجاء راه وقع حتى ليفار كان في الماتش ديال الوداد ودافعنا وقلنا بلي هاد العقوبات ديال الويكرو راه ما كاينينش في العالم الله يرحم لكم الوالدين راه ما كيعاونونا في والو هادشي ديال الويكرو ضرب بنادم شوف هذاك شكون اللي مسؤول على التنظيم ديال الماتشات وضرب بنادم في تجيبو اللي بغيتي الويكلو راه خصنا نحيدو ماشي بقاش شي بقاش واحد الحلاوه حتى في الماتش حتى تبقاش هذيك الحلاوه تشوف ليها بلازمور ما بريتم تيبي لك ريتم عادي ما معاون في حتى شي حاجه فكروا في حلول اخرى نتوما في داك الموقع ديال القرار فكر لي انت راه ما خديتي داك المنصب حتى انت مؤهل انك تاخذ داك المنصب باش انك تجيب لينا وتبرودوي لينا حلول جديده صاحبي تاجي تلقيتي داك الكرسي فيه الويكرو درتي الويكرو حتى هذاك اللي موراك حتى هو غيجي غيدير الويكرو فينا هو الاجتهاد وسي القجع حتى تدخل صافي راه ما كاين لا عصبه لا والو مابقاوش تطلقوا علينا صاحبي تقول العصبه ولا ما شنو والله العظيم لا راه كنعرفوا القجع ياك القجع هو اللي شاد الكره في البلاد تدخل اخويا هو راه مدخل ودير لك رئيس عصبه ايوا تدخل هادشي راه ما خدامش بالصبر صبر سلاك سلاك خدام حنا على المنتخبات هاد المنتخب زوين هاد المنتخب زوين وداكشي الاخر لتحت لداخل الفوندو شنو كاين الفوندو فيها داك اش هادوك الطحالب لي زارك لي زارك الطحالب شو حالاتنا واش بيل الله يسهل عليك اخويا بيل والله يدير لنا شي تاويل ديال الخير يا ربي امين مسكين سعيد نتقادو او ثاني ونرجعوا الفروق ديالنا يولوا كيدوا لي كوب دافريك رجع الجمهور رجع الجمهور او ثاني ورجعوا لنا لي تيفو او ثاني بطريقه حضاريه عطاو ديك ليماج ليماج القويه اللي كانت عند عند الجمهور ديال العالم على الجمهور المغربي ان شاء الله شي اللي كاين الله يدير فيها الخير او ثاني يا ربي امين سعيد خويا كنشكرك على الكتاب كتيب تعلمنا معك بزاف كتيب كتيب خذ علاقه بالخويا حمزه دابا بقى نعيط ليه في التليفون نلوح معاه كلمات حمزه طن جيتك مزيان صافي اخويا تلوح لي شي لعيبه واش خليها يمشي يقلب عليها هو ياك لا لا نبقى نهضر معاه دابا فهمتي نار على نار غادي شي نار نفاجئ شي علقه فرونس يلقاني على القرص مخافش عليك يا حمزه لا لا نبقى نهضر معاك يا حمزه ديما مره فرونسي وشي نار ندير لهم شي حلقه نوعدوكم فرونسي كيش العربي كان كلها نديروها حمزه ولكن عطوني واحد شويه ديال الوقت شويه بوخ حلف بالله بيان سور عطوني شويه الوقت لا ولكن بلاش واحد الحاجه الفرونسي ديالنا اللي غنديرو حنا عارفين ال20 كيما خرج غلطو صوبيتي صوبيتي ماشي صوبيتي صوبيتي ديال لافري نوعدهم ولكن اصبروا عليا شويه ندير لهم حلقه في رمضان بالفرونسي كلها وكيف الفرونسي ديالنا فرونسي ديالنا صافي مشى وكره تكلموا بالعربيه اللي يقول العربيه خرج بحالاته لا غيكون رمضان اللي غيقول شي كلمه بالعربيه يخلص الفطور صافي مزيان ها نقيه صافي ولكن بلاتي العشرين خربق ولا بلاتي واخا الخربقه خربق المهم وصل لنا الفكره عمق وصلنا الفكره صافي هذيك مزيانه معاكم انا سكيت واش هو الفكره افكار يوصلوكم صافي سكيتش غنديروا ماشي برنامج والله نديروا شي حلقه فرونسي يا حمزه سكيتش صافي ديري البرنامج والله نديروها بالله صافي عادي تحيه للعشران تحيه تحيه لهم موتوا عليكم العشرينات العشرينات كيبقاو يصيفطوا ليك يقول لي يلا راه العشرينات كنموتوا عليكم العشرين والعشرينات شكرا بيزو ثانكيو شكرا خويا نبيل خويا حمزه تحيه مولاي سعيد كبير اشرف خويا العشرين موتوا عليكم شيكاغو بولز ها بيبن والله ما عارف القاها في الاول فشرها وحق الله العظيم ما عارف اشرف ما كي ما كيداش في هاد لي ديطاي فهمتي خويا كاسكيطه كريا ارا فهمتي ياك واخا سيتي ثانكيو حمزه ثانكيو سو ماتش الله يحفظك شكرا 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 بزاف الدراري العشرين تلاقوا في عقه الجايه ان شاء الله ما نقولش نغبروا عليكم كنشكروا سعيد اللي مريض هربان ليه كل ورقوش لا لا شويه هذيك واحد شي نمله داخل عليا المرض نتايا
وراه في الراس انا اللي غادي نضربوك بالصنادل حتى لا والله البرد البرد البلاصه اللي جيت العين. شكرا الدراري، شكرا على العشريه، تلاقوا الحلقة الجاية. تشاو تشاو. سعيد فتاح، يا سلام. نبيل بالشقرون، يا سلام. حمزة بورصو، يا سلام. بودكاست في 90 انتهى الكلام.